بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم من جديد والقائنا المتجدد مع كورس الاي سي دي لتيتشر بروفيشنال. النهارده باذن الله بنستكمل مع بعض حل الامتحانات التجريبيه لميديول الاكسل بنك الاسئله الجزء الثاني. النهارده باذن الله هنحل مع بعض امتحان تجريبي الاكسل 36 سؤال والامتحان التجريبي الاكسل 50 سؤال، وباذن الله هنشرحهم واحنا بنحلهم زي ما تعودنا، وحضرتكم هتلتزموا بالحل وباذن الله هتلاقوا النتيجه 100%. هنروح نفتح الامتحان التجريبي، بس المرة دي هنختلف عن كل المرات اللي بنبدأ بيها. المرة دي احنا هنبدأ بالخمسين سؤال وبعد كده نروح نحل الستة وتلاتين اللي هما الاتناشر والاتناشر والاتناشر. ليه؟ لأن انت المفروض تفهم في الامتحان التجريبي، وأكتر جزء يخليك تفهم في الامتحان التجريبي هو امتحان التجريبي الإكسل الخمسين سؤال. بعديها على طول هنروح نحل الستة وتلاتين، يعني احنا هنبدل المرة دي، بدل ما نحل الستة وتلاتين في الأول والخمسين في الآخر، لأ هنبدأ بالخمسين وهنخلي الستة وتلاتين في الآخر كنوع من التجديد وهكذا. وفي مفاجأة معانا النهاردة بإذن الله في آخر الفيديو بالنسبة لموضوع التقديمات، تابعوا معانا عشان تعرفوا ايه هي. هنروح ندوس سبلايز خمسة وميديول الإكسل في ويندوز 7 أوفيس 2010. هنا في الخمسين سؤال اسمه ايه؟ اسمه سبريد شيتس، اسمه سبريد ايه؟ شيتس. هدوس عليه وأقول له ستارت. السؤال الاول بيقول لك سيف ذا اوبن سبريد شيت تو برودكتس دوت اكس ال اس اكس ان تمبلت فورمات ويز ذا سيم فايل نيم ان اوردر دي كومنت ليت ماس. يعني معنى الكلام ده بيقول لك قم بحفظ الملف اللي اسمه توب برودكتس. الملف اهو في التايتل بار عرفنا ان اسمه توب برودكتس من شريط العنوان. عايز يحفظ الملف ده ان تمبلت فورمات، في قالب او في تنسيق من النوع تمبلت، يعني هاجي احفظه بصيغه معينه. اتفقنا الاسئله بتاع سيف فيها نوعين، يقول لك سيف ذا اوبن دوكمنت او ذا اوبن فايل او ذا اوبن بوك، احفظ الملف ده از نيم باسم كذا، يبقى الملف هحفظه باسم تاني في نفس المكان او مكان حسب ما يطلب منك، او هحفظ نفس الملف بنفس الاسم بس بنوع تاني. يعني هما سؤالين، احفظ الملف باسم جديد او احفظ الملف بصيغه او نوع جديد. طيب انا عشان احل السؤال ده انا عندي الملف ده عايز احفظه بنوع اسمه تمبلت فورمات في المسار ده، هعمل ايه؟ ركز ان السؤال ده ليه حاجه كده او ليه طريقه معينه للحل. هروح اقول له فايل سيف از، هروح اختار دوكمنت، شو عايزنا اروح احفظ الدوكمنت لتمس، هقول له دوكمنت وافتح لتمس. وهروح اختار له الحاجه اسمها توب برودكت نفس الاسم اهو، تمام. عايز احفظها بنوع تمبلت، فانا هفتح السهم اللي تحت واختار له تمبلت. اختار له ايه؟ تمبلت. فين تمبلت بقى؟ اكسل تمبلت اهو. طيب كده غلط، يبقى حل السؤال كده غلط. ليه كده غلط؟ لان توب برودكت ظهرت عندك، المفروض ما تظهرش. هتقول لي يا عم ما انا احل السؤال ده ازاي؟ تعالى معايا. هقول لك فايل سيف از، هختار الاول اكسل تمبلت، هختار نوع الملف الاول اكسل تمبلت اهو، واروح اقول له دوكمنت وانزل اختار له لتمس. الملف ما ظهرش، يبقى دي الطريقه الصح. والفيصل بيني وبينك او الحل النهائي بيني وبينك ان النتيجه في الاخر تبقى 100% وما يجيبش السؤال ده غلط. يبقى تاني عشان الناس اللي هتحل في اسئله انك تحفظ باسم، في اسئله لا، في اسئله انك تحفظ بنوع، هقول له فايل سيف اس، تمام. هتكتب الاسم الاول لو طلب منك تغير الاسم، او تختار النوع اللي عايز يحفظ بيه الاول. هو عايز نوع اكسل تمبلت لانه عايزه تمبلت. وبعد كده اروح اختار له المسار. بص الملف ظاهر هنا، بس لما اروح اقول له دوكمنت وانزل تحت واختار له لتمس مش هلاقي الملف. على عكس لما هقول له فايل سيف اس واروح اختار له المسار الاول وهفتح السهم واقول له اكسل تمبلت، ملف ظاهر معايا، يبقى كده غلط، تمام. المفروض الملف ما يظهرش. فانا اول حاجه اول حل الصح هعمل ايه؟ هقول له فايل سيف اس واروح اختار النوع الملف الاول واروح اقول له دي كومنت
ليتمس، هتلاقي الدنيا فاضية كده، تمام كده حل صح. هروح اقول له سيف بعديها، يبقى في اجابة السؤال بتاع سيف از انا بدي الاسم الاول او بغير نوع الملف الاول، وبعد كده اروح ادور على المسار او المكان اللي احفظ فيه. تمام كده يا اساتذة، هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، مينيمايز ذا ريبون ان اكونت ستيتمنت سبريد شيت. عايز الراجل يعمل مينيمايز ريبون، ده سؤال في الوورد والباور ومعاك في الاكسل. هتروح تدوس على السهم الصغنون اللي هنا ده، هتلاقي اتعمل مينيمايز، هقول له صمت. السؤال اللي بعديه، ان ذا اكونت ستيتمنت تشينج ذا يوزر انفورميشن نيم تو يور فول نيم. سؤال تاني متكرر من امتحان الباور والوورد، عايز يغير اليوزر نيم بتاع الجهاز او بتاع الاوفيس، هقول له فايل اوبشن، وهتيجي تحت على قائمة جنرال كلمة يوزر نيم، هتشيلها وتكتب اسمك كامل او اي اسم، شرط اسمك يعني ام او اتش اي مثلا، ام ام اي دي اي ام اي دي، واقول له اوكي، واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، move the help worksheet after a good practice worksheet within sales.xls6. يعني في شيت worksheet، يعني شيت في شيت اسمه help اهو، اللي هو واقف لك عليه ومحدده لك ومنشط لك الهلب، عايز يحركه بعد الشيت اللي اسمه good practice. فين good practice؟ تعالى نصغر له دي كده بالشكل ده. good practice فين؟ ايه good practice دي؟ عايز والله يخلي الشيت ده هنا. قدامك طريقين للحل، يا تدوس عليها كليك شمال وتفضل ما تسيبش الماوس، انت دايس ومثبت صباعك على كليك شمال وتفضل تمشي 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 لحد ما تيجي هنا بالطريقه دي. فانا كده حطيته بعد، لان هو بيقول لك ايه، حرك الهلب بعد جود براكتس. يبقى انا عملت ايه، تعال كان هنا دوست على كليك شمال ومثبت ايدي اكني سحبه افلات زي ما شرحنا. تقدر ترجعوا الفيديو الاول في مديول الاكسل الشرح، هتلاقينا شارحين ده باستفاضه. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا هقول له كليك يمين على الشيت واروح اقول له موف اور كوبي. تعالى بقى لو اتفقنا، لو عايز انقله مش هحط علامه صح. طب ليه؟ لان انا لو حطيت علامه صح كده هقول له هعمل منه كوبي، هو الراجل بيقول لك اعمل موف ما قالكش كوبي، فممكن في الامتحان النهائي يقول لك اعمل كوبي، ففي الحاله دي انا هحط علامه الصح. هو تاني وبالراحه الراجل عايز يعمل هنا موف، فانا هاجي على الشيت كليك يمين اقول له موف اور كوبي. طيب هنا بيقول لك ايه، بيفور شيت، اما فوق هنا بيقول لك ايه افتر، يعني بيقول لك الشيت اللي انت هتحركه اللي انا واقف عليه اهو هيتحرك قبل الشيت اللي انت هتختاره، فانا هروح للي بعديه عشان اضيفه قبليه. بمعنى هو الراجل عايز يروح مين، يحطه بعد جود براكتس. فين جود براكتس؟ اهي جود براكتس اهي. فانا لو رحت دوست على جود براكتس كده هيجي قبلي، لكن هو عايز بعديه، فانا اروح للشيت اللي اسمه برينتنج واقول له اوكي. بص كده هتلاقي هيل بجد بعد جود براكتس اللي هي قبل برينتنج، يعني بتروح للشيت اللي بعد عشان تضيف قبل. اللي عايز يعملها بالسحب والافلات تمام، اللي عايز يعملها من هنا تمام، لك مطلق الحريه. وفي طريقه ثالثه او نفس الطريقه الثانيه، من قائمه هوم هتروح تفتح لي فورمات وتختار لي موف اور كوبي شيت وتختار لي نفس القائمه وهكذا. دي صح ودي صح، اهم حاجه في الاخر يبقى بعد جود براكتس. اللي عايز يعملها بالسحب تمام، اللي عايز يعملها بكليك يمين تمام، كل الطرق صحيحه. اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك يوز ذا اوف لاين هيلب فانكشن. روح استخدم الهيلب بتاع الجهاز بتاعك او بتاع الاوفيس بتاعك عشان ابحث عن كلمه فيرميولا، واختار الموضوع واي از فيرميولا بروكن فروم ريزلت من النتائج بتاعتك، واختار فيرست لاين واللي هي فيرميولا اند سام تايمز اند كوبي سنتس، انسخ السطر او الجمله في الخليه اللي اسمها بي واحد من الملف اللي اسمه هيلب اللي هو واقف لك عليه اللي في نفس الملف اللي اسمه سيلز. انا اروح اجيب له علامه الاستفهام او اجيب له الهلب من علامه الاستفهام او من فايل هلب براحتك، انا بفضل من علامه الاستفهام. ما ظهرتش هتروح تدوس لي على المربع الاصفر اللي فوق، لو ظهرت تمام، ما ظهرتش هتدوس على المربع الاصفر اللي فوق وترجع تدوس عليها تاني. هي ظهرت معايا، لو راحت منك هتدوس على ستارت هتلاقيها موجوده تحت هنا في تاسك بار. طيب هو الراجل عايز نكتب هنا ايه؟ عايز نكتب له كلمه فورميولا اف او ار ام يو ال اي، واروح اقول له سيرش او انتر. الراجل يقول لك اختار الموضوع اللي هو واي از فيرميولا بروكن، هروح اختار هو واي از فيرميولا بروكن. الراجل بيقول لك ايه بقى، حرك او انسخ ذا سنتس الجمله اللي بتبدا بفيرميولا. فين الجمله بتبدا بفيرميولا اهو، هقول له 3 كليك شمال كوبي، وهروح اقفل له دي واقول له شكرا،
الراجل عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يحطها في الخلية اللي اسمها بي واحد. فين بي واحد؟ اهي هو الراجل موسع لك الخلية والدنيا تمام، هروح اقول له بيست بالشكل ده وسيبها زي ما هي، وانت رحت خدتها كوبي ورحت عملتها بيست وسيبها زي ما هي بالشكل ده كده، لا توسعها ولا تضيقها ولا تعملها. والراجل عايز ياخدها من هنا كوبي يحطها هنا بيست، هروح اقول له ايه؟ صمت. السؤال اللي بعديه سؤال نظري، بيقول لك انتر ذا كويتشن ان جود براكتس ورك شيت من الملف اللي اسمه سيلز، اللي هو اللي انا واقف لك عليه ده. السؤال بيقول لك ايه هنا بقى؟ بيقول لك ويتش وان ذا فولوينج از ا جود براكتس، اي من الاتي هو وضع جيد علشان ادخل انترنج داتا ان اسيلز عشان اقوم بادخال بيانات في الخليه. اول حاجه ان السيل الخليه اللي في الورك شيت، الخليه اللي في الشيت يجب شوت كونتين تحتوي على نوع واحد من او عنصر واحد من الداتا ومن البيانات، ولا الخليه في الورك شيت يجب ان تحتوي على عنصرين او اكتر من الداتا، ولا الخليه في الورك شيت يجب الا تحتوي على اي عنصر من الداتا، ولا الخليه في الورك شيت يحتوي على عنصرين فقط من الداتا. طيب خلينا كده مقتنعين ان انا لما اجي ادخل بيانات في اي خليه لازم يبقى عنصر او الخليه تحتوي على حاجه واحده، يعني ما ينفعش اقول له 2 و5، هو يا 2 يا 5. فالاجابه الصح هتبقى ايه؟ هتبقى اسيل ورك شيت شوت كونتين اونلي 1 اليمنت اوف داتا. بالمناسبه اسئله النظري في مديول الوورد والباور والاكسل بيجوا نفس الاسئله من نفس الامتحانات ال 36 وال 50، نفس الاسئله النظري. فاللي عايز يحفظها ماشي، اللي عايز يفهمها ماشي، لكن مطلق الحريه. يعني معنى الكلام ده ايه؟ لو جالك السؤال ده بتختار لي الاجابه اللي هي اونلي 1 اليمنت اوف داتا، راح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك ان ذا واي ار سيلز جروس، في الملف اللي اسمه ده اعمل ميرج للخلايا بتاعتك من اي 1 لدي 1 اند سنتر الاين ذا تكست. الراجل عايز يعمل ميرج ويعمل سنتر الاين ذا تكست، يعني عايز يعمل محاذاه للنص. طب تعالى معايا نشوف الملف او الخليه اللي اسمها يس. تمام، الراجل عايز يعمل ايه في الخليه من اي 1 لدي 1؟ فين اي 1 لحد دي 1؟ اهو. عشان اعمل ميرج واعمل لها سنتر، الناس اللي بتروح تدوس هنا كده على طول تمام، لكن المفروض الحل الصح هفتح السهم واقول له ميرج اند سنتر، تاني هفتح السهم واقول له ميرج اند سنتر، لان الراجل هنا مشكورا، الراجل هنا مشكورا طلب منك ايه؟ مش ميرج بس، لا ميرج وسنتر. اللي هيعمل ميرج بعد كده يروح يختار المحاذاه في النص، في النص تمام. طب انت ليه توجع قلبك؟ انت تفتح السهم على طول وتختار الاول واحد، هقول له صمت. في الملف اللي اسمه سيلز اعمل موديفاي ذا وايتس اوف كولم سي، عايز يعمل تعديل في العمود رقم سي سو ذات اول تكست از فيزابل، بحيث ان كل محتويات النص او الكلام يبقى ظاهر. طب تعال نشوف العمود سي كده فعلا في شبابيك، واتفقنا علامه الشبابيك دي او الهاشتاجات دي معناها ان محتوى الخليه اكبر من العمود نفسه او الخليه نفسها، يعني في رقم او ارقام جوه اكبر من او مساحتها او عددها اكبر من حجم العمود. فانا عشان اعمل دي قدامك كذا حاجه، يا هتيجي هنا تدوس كليكين شمال ورا بعض، يا هتدوس كليك شمال وتسحب، يا هتروح على قائمه هتحدد لي العمود وتروح على قائمه فورمات وتقول لي هو عايز عمود، يبقى تعمل لي اوتو فيت كولم. يبقى ثلاث طرق، يا تدوس كليكين شمال ورا بعض بالشكل ده، يا اما هتدوس كليك شمال وتسحب، يا اما حضرتك هتروح تقول لي قائمه فورمات وتقول لي اوتو فيت كولم وايتس. تمام، كل الطرق صح، اختار اي طريقه، انا بفضل السحب، بفضل تكليكين شمال، كل الطرق صح، اهم حاجه في الاخر ان الارقام كلها تظهر. هروح اقول له صمت. والسؤال اللي بعديه سورت ذا سيل رينج، عايز يرتب النطاق بتاعك من اي 3 لاي 10. طب تعالى نشوف فين اي 3، ادي الخليه اي 3، فين لحد دي اي 10؟ ففي نص الخليه كليك شمال وافضل انزل واخش يمين لحد ما احدد له النطاق بتاعك، ادي اهو من اي 3 بدايتك اي 3 ونهايتك اي 10. وخدنا وشرحنا النطاق في اول فيديو في مديول الاكسل اللي تقدروا ترجعوا ليه، اللي هو انترودكشن تو اكسل، الفيديو الاول لينا اللي هو مقدمه في الاكسل، شرحنا فيه الحاجات دي كلها وازاي احدد وازاي نعرف حاجه اسمها النطاق وهكذا. طيب الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يرتب، بس ايه بقى؟ يرتب باستخدام التاريخ من الاقدم للاحدث. طب تعالى كده معايا عشان ارتب، هروح اقول له سورت اند فلتر من قائمه هوم سورت اند فلتر، او من قائمه داتا هتلاقي سورت برده، دي صح ودي صح، بس خليك في قائمه هوم. اقول له سورت اند فلتر، والله الموجود عندك ايه زد وزدته ايه، يعني مكتوب الموجود اللي هو بالالفابيتيكال
اسيندنج وديسيندنج، الراجل مش عايز بالالفابيتيكال، الراجل عايز بالتاريخ. فانا كده بقول له اعمل ترتيب باستخدام حقل تاني. ايه هو الحقل التاني؟ فانا هقول له كاستم سورت باستخدام مخصص او ترتيب مخصص. هيجي لك القايمه دي، الراجل اختار لي بقى من السورت باي، هترتب بواسطه ايه؟ الراجل بيقول لك باي ديت، فانا هفتح السهم لازم ولازم تلاقي هنا ديت. طب لما هلاقي هنا ديت، بص كده على اخر خانه يقول لك الامر بتاعك ايه، من الاولد تو نيو. لو فتحت السهم هتلاقي نيو تو اولد. هو في سؤال عايز ايه؟ الراجل عايز من اولد تو نيو، فانا هسيبها زي ما هي او اختار له اولد تو نيو. طب جالك في الامتحان العكس، هتفتح السهم وتختار العكس. طب جالك في الامتحان فروم سمول تو لارج، هفتح السهم وهتختار برايس او حسب ما يطلب منك، هنا مكان الديتا يبقى برايس مثلا، وتفتح السهم ده هتلاقي سمول تو لارجست، لارجست وسمول حسب ما ياكل وحسب ما يقول ليك. طب هو الراجل هنا عايز ديت وعايزها اولد تو نيو، فهقول له اوكي، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك ورتب زي ما هو عايز، واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، في الملف اللي اسمه او في السيلز كوبي ذا فيرميولا، اتفقنا اسئله الكوبي ثلاثه، كوبي فيرميولا، كوبي كونتنت، كوبي فورمات. الراجل عايز ينسخ المعادله اللي في الخليه دي 3. فين الخليه دي 3؟ اهي، تعال نقف عليها، ادي دي 3. عايز ينسخ المعادله في الى النطاق او الى الخلايا من دي 4 لدي 10. طب عشان ننسخ المعادله اتفقنا نجي على اخر الخليه في النقطه او البوز ده، هتلاقي علامه المؤشر الماوس اتقلبت لزائد الصغنونه دي، هدوس كليك شمال واثبت ايدي واسحب لتحت، اوعى ايدك تفلت، لحد النطاق اللي هو عايزه. مش هو عايزه لحد 10 اهو بالشكل ده، يبقى من دي 3 لدي 10 ادي الخلايا المنوره معاك اهي، سحبت له او عملت له المعادله، وبناء على ذلك هو قام وقال طلع لك الارقام. هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، يوز ذا بروبريت فانكشن تو ريبليس ذا وورد فيش ويز ذا سيف فود ان ذا واي ار سيلز. الراجل عايز يستخدم خاصيه مناسبه عشان استبدل كلمه فيش بسيف فود في الورك شيت. طيب عشان اجيبها هقول له فايند اند سيلكت من قائمه هوم، هقول له فايند اند سيلكت وهقول له ريبليس، واروح اكتب له الكلمه اللي هنا عايزها اللي هي كلمه ايه. عايز يستبدل كلمه فيش والاف كابيتال، ركز في الاسبيل، واستبدلها بايه؟ قال لك هتستبدلها معايا بسي فود. طيب الناس اللي بتتلخبط من ريبليس بس وريبليس اول، هو الراجل يعني بيقول لك استبدل الكلمه بس ولا ان ذا ورك شيت، في استخدم في الورك شيت. فانا راح اقول له ريبليس اول، طالما قال لك ان ذا ورك شيت او ان ذا هول او ان ذا ديكومنت او طالما قال لك في الملف او المستند، هروح اقول له ريبليس اول. الراجل هيقول لك انا استبدلت واحده بس، تمام، لان ما فيش اللي هي الموجوده، فاقفلها له واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، في الملف اللي اسمه او في الشيت اللي اسمه واي ار سيلز، روح لا بيقول لك which one the following cells، اي من الخلايا التاليه اللي هي دي 15 او دي 16 is organized a good practice، اي من الخلايا دي هو وضع جيد لتسميه او وضع جيد للخليه، او يعني في خليتين عايز يقارن بينهم، يقول لك انهي خليه افضل فيهم من حيث المحتوى. طب ايه بقى من حيث المحتوى؟ when multiply، عندما اقوم بضرب الخليه او عايز اضرب نطاق في بعضين، يعني عايز اضرب خليتين في بعض، ودخل الاجابه بتاعتك في الخليه او اللي هو اسم الخليه في دي 28، تقول لي مش فاهم، اقول لك بالراحه كده. الراجل بيقول لك في خليتين هتقارن لي بين المحتوى بتاعهم، المحتوى بتاعهم عباره عن ضرب خلايا في بعضيها، تمام كده؟ طيب تشوف انهي خليه تمام او انهي خليه كويسه او انهي خليه بتناسب الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده، وتكتب لي رقمها، تكتب لي رقمها في الخليه اللي اسمها دي 28. ده معنى الكلام المجعلص كل اللي فوق. طب تعالى نشوف ايه الخليتين اللي عايز يقارن بينهم، دي 15 ودي 16. تعالى كده معايا، ادي دي 15 اهي وادي دي 16. طب تعالى نقف على دي 15، بص معايا على الفرميولا بار، هو الراجل ضرب خليه في خليه، تمام ده كده تمام جدا. طب تعالى معايا على دي 16 كده، الراجل ضرب رقم في رقم، ازاي ده مش صح؟ امال الاحسن ايه؟ ان احنا نضرب خليه في خليه، وشرحناه في الفيديو الثاني في الاكسل اللي هي الصيغ والمعادلات والمسائل، انك تضرب خليتين في بعض احسن ما تضرب رقمين في بعض، واحسن ما تضرب خليه في رقم، تمام؟ ليه؟ لان انت بتيجي تضرب ارقام في بعض، ارقام بتبقى ثابته، لكن لما بتيجي تضرب خلايا في بعض بتيجي تسحب، بالراجل بيروح مطلع لك ارقام مختلفه. فالاجابه الصح هتبقى هنا ايه؟ الاجابه الصح هتبقى دي 15. هو الراجل مش عايزك تكتب الرقم اللي جوه، هو الراجل عايزك تكتب رقم الخليه. بص النمبر، رقم الخليه دي 15، هكتبها فين؟ هكتبها في دي 28. يعني اجي على دي 28 لازم الاقيها فاضيه، ادي دي 28 اهو، جود براكتس اهو، نفس السؤال حتى، واكتب له هنا كلمه دي
وهكتب له 28 وبعد كده هقول له انتر تمام كده وبعد تنسى الانتر واروح اقول له سمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الورك شيت اللي اسمه واي ار سيلز اوف واي ار جروث اوف سيلز فورمات، اسئله الفورمات واسئله التنسيق للارقام، روح اعمل فورمات للنطاق من بي 3 لبي 11. طب تعالى معايا ادي بي 3 لحد بي 11 تمام. الراجل عايز يعمل تنسيق من نوع ايه بقى؟ تو ديسبلاي كوما او كوماز تو انديكيت ساوزند اللي هو فاصل الالوفات او فاصل الالاف. انا هحدد النطاق زي ما هو عايز، وعشان اجيب السؤال ده اقول له كليك يمين فورمات سيلز. انتوا بالمناسبه هتلاقي كل الاسئله دي محلوله في فيديو الاكسل ال100 سؤال تاني، كل الاسئله اللي بنقولها دي موجود حلها على هيئه اسئله متفرقه في فيديو الاكسل ال100 سؤال، تقدروا ترجعوا ليه هتذاكروه وتشوفوه الاول وبعد كده تبداوا تحلوا الامتحانات التجريبيه، هتلاقي الاسئله او هتلاقي كل الامتحانات ما بتطلعش بره الفيديو ده. طيب خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. الراجل عايز يجيب فاصل الالوفات، هجيبها منين؟ والله الحاجه دي موجوده في النمبر اهي، يوز ساوزند سبريتور. ممكن يجي لك في الامتحان او في 36 سؤال لما نيجي نمتحن ونشوف هيقول لك استخدم الاسبريتور، لكن هنا بيقول لك استخدم الكوما، يعني مره ممكن يقول لك كوما ومره ممكن يقول لك اسبريتور فحسب النموذج اللي هيجي لك. فطالما قال لك دي او قال لك دي هحط علامه الصح هنا واقول له اوكي، هتلاقي حاطط لك اهو فاصل الالوفات واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الورك شيت اللي اسمه اي ار سيلز، برده كل اسئله على الشيت ده لحد دلوقتي، اعمل فورمات تنسيق برده للنطاق بتاعك من دي 15 لدي 23. طب تعالى معايا فين دي 15؟ تعالى اسحب سكولور بار كده اهو، من دي 15 لدي 23 حددت النطاق زي ما هو عايز، عايز يعمله بتنسيق العمله بشرط تكون انجلش ويونايتد ستيت. طب هقول له كليك يمين فورمات سيلز، كليك يمين بجيبها منين؟ بقف على اي اي مكان في اللي انا محدده كليك يمين اقول له فورمات سيلز. طيب عشان اعمل تنسيق العمله هروح اختار له حاجه اسمها كرنسي لان هو طالب كرنسي. طيب لو عملت كده ودوس اوكي غلط، ليه؟ لان هو عايز من نوع اليونايتد ستيت، فانا هفتح السهم ده وهتنزل تدور معايا على انجلش يونايتد ستيت اهو انجلش يو اس اللي هو يونايتد ستيت اللي علامه الدولار، هقول له اوكي هتلاقي حاطط لك هنا علامات دولار اللي هي وحده العمله بتاعه الولايات المتحده الامريكيه وامريكا، علامه الدولار زي ما هو طالب بالظبط، هقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الملف اللي اسمه سيلز جروس او في الشيت اللي اسمه سيلز جروس، في الملف اللي اسمه سيلز انتر فورمولا دخل معادله في الخليه دي 26. تعال نروح على دي 26 اهو، ادي دي 26 دخل معادله هنا تو كالكوليت ذا ديفرنس بتوين ذا فاليو، عايز يدخل عايز يحسب الفرق ما بين القيمه اللي في دي 11 ودي 23. تعالى معايا انا هقول له ايكوال، اللي عايز يكتبها تمام اللي عايز يروح يحلها تمام. طيب فين دي 11؟ تعالى نطلع فوق عند دي 11 اهي 301. فين دي 23 اللي هي 8؟ فانت هتقول له ايه؟ اللي عايز يقول له كليك شمال على الخليه ثم ناقص، كليك شمال على الخليه واقول له انتر تمام. اللي عايز يكتبها مانيوال تمام، هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديها بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز جروس اعمل ايدنتيفاي، اعمل تعديل للايرور، عايز يعدل الخطا او الغلط اللي موجود في الخليه بي 23. تعالى معايا في الخليه بي 23 اهو فعلا في غلط، ايه الغلط بقى؟ تعالى بص كده معايا ان هو قاسم على صفر، فانا هاجي هنا هدوس جوه الفيرميولا بار وامسح الصفر وامسح علامه العلى وبعد كده اقول له انتر، هتلاقي الرقم طلع لك وتم تعديل الخطا بنجاح، اقول له صمت. السؤال اللي بعديها بيقول لك في الشيت اللي اسمه اي ار سيلز برضو اعمل موديفاي، اعمل تعديل للفيرميولا في اللي موجوده في دي 17. تعالى دي 17 ادي دي 17. طيب هعمل تعديل فيها ايه بقى؟ عايز اعملها ريلاتيف ريفرنس ويزن، يعني حضرتك الريلاتيف والابسولوت، الريلاتيف اتفقت
او سيبك من الناس مش عارفه تفرق، لو انت وقفت على خليه ولقيت فيها علامات دولار معناه انه بيقول لك اعمل ريموف لعلامات الدولار، لكن لو وقفت على خليه وما لقيتش فيها علامات دولار بيقول لك حط علامات الدولار. فانا هعمل ايه؟ هقف على الخليه واروح في من شريط الفيرميولا بار همسح علامات الدولار بس، هحددها بالشكل ده واروح امسحها علامات الدولار بس. اوعى تمسح حاجه من الخليه، واروح اقول له انتر، اقف على الخليه تاني هلاقي مفيش علامات دولار. تمام كده، يبقى انا كده عملت له او حولت له المعادله الى ريلاتيف، اما انت كنت تعملها ايه؟ ابسولوت. تمام، اللي هي بتاع القيم النسبيه والقيم المرجعيه، وحضرتك تقدر ترجع لها، او القيم النسبيه والقيم المطلقه حضرتك تقدر ترجع لها في الفيديو التاني بتاع صيغ والمعادلات شارحينه بالتفصيل الممل. هقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز جروس دخل انفانكشن، دخل معادله في بي 27. تعالى كده في بي 27 اهو، الراجل عايز يدخل معادله مالها بقى تورا ويند للتقريب، تقريب المحتوى اللي في دي 23 بشرط ان ما يكونش او يقرب لاقرب رقم صحيح اللي هو بدون علامات او فواصل منازل عشريه. فانا اروح اقول له اف اكس واجيب له داله راوند لو موجوده هنا، تمام مش موجوده اروح افتح السهم زي ما اتفقنا، هقول له اول واروح هنزل ادور له على حرف الار راوند بس، يبقى راوند اوف هنا اسمها راوند بس، واقول له اوكي وهيجي لك الشكل ده. الراجل بيقول لك بقى اعمل تقريب للخليه كام؟ دي 23. فحضرتك مشكورا هتكتبها من الكيبورد دي 23، او عايز تروح تدوس عليها. تمام، يعني اللي عايز يروح كده معايا ويقف على دي 23 ويكتبها له هنا، تمام، اللي عايز يكتبها بايده تمام، اللي يدوس عليها بالماوس تمام. طب عايز هنا اقربها لاقرب ايه؟ الراجل بيقول لك نو ديسيمل يعني بلا منازل عشريه اللي هي صفر، واروح اقول له اوكي هيجي لك بالشكل ده، هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت برضو اللي اسمه اي ار سيلز يوز ابروبريت فانكشن ان سيل دي 29، الراجل عايز يستخدم الحاجه المناسبه في دي 29، ادي دي 29 علشان تو ديسبلاي عشان اجيب نمبر اوف سيلز ذات ار نوت امبت، عشان اجيب عدد الخلايا الغير فارغه في النطاق ده. طب انا واقف في المكان ده، الخليه او الداله اللي بتجيب لك عدد الخلايا الغير فارغه اسمها قول معايا اسمها كاونت ايه، اسمها يا اساتذه كاونت ايه بيعد غير الفارغ، اقول له اف اكس واروح اقول له ما لقيتش كاونت ايه هفتح السهم واقول له اول وانزل تحت على حرف السي لحد ما نلاقي كاونت ايه بالشكل ده، واقول له اوكي وهتروح حضرتك مشكورا تحدد لي النطاق او تكتبه بايدك. يفضل ايه تكتبه بايدك طالما عطولك؟ فانا هقول له اي 3 شيفت كاف، شيفت كاف عشان نحط النقطتين فوق بعض، اي 10 زي ما هو عايز، وبعد كده اقول له اوكي هتلاقي الناتج طلع لك 6. لازم اروح اعملها بالماوس، تمام هتقول لي ازاي بالماوس؟ هقول لك هتروح اف اكس كاونت اي، هقول له اوكي هدوس على الجدول دي تطلع لي قايمه فوق، انت عايز من اي 3 لاي 10 هطلع فوق بقى واخد له من اي 3 اهو لحد اي 10، من اي 3 اهي لحد اي 10 نفس اللي طالبه علامه الجدول، اقول له اوكي هيطلع لي نفس العدد 6. فاللي عايز يحل مانيوال تمام، اللي عايز يحل اوتوماتيك بالدوال تمام، هقول له يس. السؤال اللي بعديه بيقول لك في ملف الاسم برضه نفس الملف، دخل معادله في الخليه دي 27 عشان تعرض يس، تعرض لك كلمه يس لو القيمه اللي في دي 11 اكبر من القيمه اللي في دي 23، غير كده اذروايز غير كده اعرض نو. طب تعالى نقف في المكان اللي هو عايزه الاول، هو عايز نقف في الخليه كام؟ عايزني انتر فيرميولا دي 27، تعالى على دي 27 اهي 28، لا دي 27. طيب عايز اقول لك اف اكس، هو الراجل عايز اف، هو الراجل بيقول لك انا في السؤال هروح هات لي اف، فانا اروح اجيب له اف واقول له اوكي. هروح اقول له ايه بقى؟ عايز اقول له لو الخليه اللي اسمها دي 11 اكبر من الخليه دي 23 حط لي يس. فانا هاجي هنا هقول له ان دي 11 اكبر من
دي 23 زي ما هو عايز، بيقول لك شوف لو الخليه دي 11 اكبر من الخليه دي 23 حط لي هنا كلمه ايه، حط لي هنا كلمه يس ونفس اللي سبيل واي كابيتال اي اس. طيب ما حصلش حط لي هنا كلمه نو نفس اللي سبيل برضه ان كابيتال، وبعد كده اقول له اوكي هتلاقي طلع لك نو. ليه طلع لك نو؟ لان انت اوتوماتيك هتلاقي ان دي 11 ليست اكبر من دي 23. طب تعالى نشوف فين دي 23 اهي، فين دي 11؟ 301 ودي 8 مليون. تمام، فاكيد 8 مليون هي الاكبر، فعشان كده حاطط لك ايه نو. هقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه، بيقول لك ان ذا سيلز ورك شيت اوف سيلز انتر فيرميولا دخل المعادله اللي في دي 30 روحها في دي 30، وعايز ادخل معادله بحيث انها تعرض كلمه مان تو ريسيفنج باي مالتيبلاي. سيبك من الكلمه دي مش عليك دلوقتي او مش مهمه، عايز يضرب في الاخر مالتيبلاي، يضرب القيمه او يضرب يضرب يعني عمليه، يعمل عمليه مالتيبلاي ضرب لدي 11 في 2%. يعني من الاخر عايز يروح الخليه دي يضرب دي 11 في كذا، وبيفضل يتوهك بالكلام عشان انت ما بتعرفش تحل في الاخر. انا موافق على دي 30، هقول له ايكوال طالما قال لي عمليه عاديه، لكن لو قال لك فانكشن يبقى تروح تقول له من الاف اكس. الفرق بين المعادلات وصيغه هتلاقوها موجوده في الفيديو الثاني في مديول شرح الاكسل اللي احنا منزلينه، الفرق بين المعادلات والدوال او الصيغ. طب هقول له ايكوال الخليه اللي اسمها دي 11، هكتبها له من الكيبورد افضل، سمول كابيتال مش هنختلف، في لان هو قال لك مالتي بلاي 2% دوت 02. هقول له انتر هيطلع لك الناتج الاتي. تعال نبص على كده اهو، دي 11 في 2% زي ما هو عايز بالظبط. هقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت اللي اسمه واي ار سيلز اد سيك بوكس، عايز يضيف حدود اسمها سيك بوكس من نوع السيك بوكس بوردر اوت لاين، حدود خارجيه للنطاق بتاعك من ايه 25 ل ايه 30. طب تعالى معايا فين ايه 25؟ ادي ايه 25، لا لسه هنا اهي، ادي ايه 25 لحد ايه 30، لحد ايه 30 يبقى بالشكل ده. عايز الراجل يعمل على الحدود دي من ايه بدايتك اهي ونهايتك ايه 30. تمام، عايز يعمل سيك بوكس. بتيجي منين بقى؟ قائمه هوم بتفتح البوردر او بوتوم بوردر، بتفتح لي السهم وتلاقي الحاجه اللي عايزها لازم تبقى موجوده هنا. لو عايز اوت سايد بس تمام، عايز سك تمام، عايز اول تمام. انا هو عايز دلوقتي من نوع ايه سيك بوكس، فهختار له سيك بوكس بالشكل ده واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز كانتريز، بدا يغير لك الشيت اهو بقى سيلز كانتريز، موف ذا كونتنت، روح حرك او موف حرك المحتوى اهو بتاع الخلايا من اي 23 لجي 23 الى الخلايا بتاع النطاق اي 1 لجي 1. طب تعالى نشوف نفس الشيت، هنزل تحت هلاقي اهو اي 23 لحد جي 23، عايز اعمل له موف، فهقول له قط اللي هي هنا او كنترول اكس او كليك يمين قط، دي صح ودي صح، هتلاقي اتظللت معاك. هطلع فوق بقى لحد اي 1 لحد جي 1، افضل ماشي لحد ما اوصل لجي 1 بالشكل ده، واروح اقول له بيست، هتلاقيها جات لك بالشكل ده. تقدر ترجع تمام زي في نفس النطاق من اي 1 لحد جي 1، هروح بعديها اقول له صمت. السؤال اللي بعديها بيقول لك اد داتا ليبل، نفس الاسئله بتاعت الباوربوينت، اسئله الهيكل والرسم البياني هي هي موجوده هنا. الراجل عايز يجيب داتا ليبل فاليو تو شارت، الراجل عايز يضيف قيم البيانات للرسم البياني اللي معاك. طيب ادي الرسم البياني، هدوس كليك شمال في مكان فاضي واروح اقول له اتفقت، عشان نعمل خلي بالك كده معايا. لو الراجل عايز يضيف قيم تاني، الراجل عايز يضيف قيم او عايز اد، شوف هو بيقول لك اد، هروح اقول له لي اوت. الراجل عايز يلون يبقى فورمات، الراجل عايز يجيب يغير نوع الشكل يبقى ديزاين، اعرفها كده الاسئله. الراجل عايز يضيف اي حاجه للرسم البياني يبقى لي اوت، الراجل عايز يلون او ينسق او يغير لون حاجه بالظبط يبقى فورمات، الراجل عايز يغير نوع الرسم البياني يبقى ديزاين. طب والراجل عايز يعمل هنا اد، فانا هقول له لي اوت. تعال نشوف بقى الحاجه اللي عايزها، هو عايز داتا ليبل، فين داتا ليبل؟ هدي داتا ليبل. طب افرض انه عايز داتا تيبل، بجيب له داتا تيبل. طب افرض انه عايزه شرط تايتل، يبقى اي حاجه فيها اد بتيجي من لي اوت. طيب تعالى معايا هنا اد داتا ليبل، ادي الداتا ليبل، احطها فين؟ قال لك حطها زي ما انت عايز. انا بفضل ايه؟ انا بفضل انسايد، او واحد يقول لك لا يا عم انا عايزها اوتسايد، ما
براحتك، كل زي ما انت عايز، اهم حاجة تعملها في الاخر. اروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك ان سيلز كانتريز، في الملف او في الشيت اللي اسمه سيلز كانتريز اللي انت واقف عليه، تشينج ذا شيرت اريا باك جراوند تو فيل تايب جريديانت. يبقى عايز اغير اللون، شوف عايز اغير اللون اهو، يبقى اللون هجيبه من قائمه مين؟ فورمات. يبقى كليك شمال في اي مكان فاضي جوه الرسم البياني، هروح على قائمه فورمات، بس المره دي بقى مش عايز اغيديك لون معين. تقول لي يا عم انا كنت بحلها من شيف فيل واختار اي لون، لا المره دي انا هروح على حاجه اسمها جريديانت. هفتح شيف فيل، هتلاقي تحت عندك حاجه اسمها جريديانت، واختار اي لون يعجبك. اختار اي لون ايه يعجبك، احنا وليكن نختار له مثلا اللون ده. يبقى اللون ده نوع من انواع موجود في شيف فيل جريديانت، ممكن يقول لك حطها بيكتشر، ممكن يقول لك تيكتشر، زي ما هو عايز. بتختار له باي درجه لانه مش محدد، وبعد كده هقول له صمت. السؤال اللي بعدي بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز كانتريز تشينج ذا كلر اوف بارس، عايز يغير لون برضو اي تغيير الوانات من قائمه فورمات. طيب عايز يغير لون البارس، اللون الخطوط دي، لاي لون من اختيارك ما عدا الابيض والاسود. طيب كليك شمال في مكان فاضي واروح على قائمه فورمات زي ما اتفقنا، واروح اقول له لو قلت له شيف فيل واخترت اي لون، بص اللي هيحصل ايه، بيلون الارضيه كده غلط. وما انا عايز اعمل ايه، الراجل بيقول لك انا عايز الون البار، فانا هدوس كليك شمال على اي عمود فيهم هتلاقيهم كلهم اتحددوا. يبقى تاني لما يقول لك عايز الون الخلفيه الارضيه زي ما خد السؤال في اللي فات اللي هي بتاع الباك جراوند اريا، هتروح تقول لي شيف فيل وتلون. طب لكن هنا عايز يلون ايه، عايز يلون البارس، فانا هروح اختار له كليك شمال على اي عمود فيهم هتلاقيهم كلهم اتحددوا. فلما اجي دلوقتي اقول له شيف فيل واختار له اي لون، هناخد لون الموف مثلا، هتلاقيهم كلهم اتلونوا زي ما هو عايز. وانا هنا غيرت ايه، لون البارز. ممكن بقى يجي يقول لك انا عايز اغير لون البار بتاع استراليا بس، فتروح تدوس كليك شمال على استراليا بس، هتلاقي استراليا بس هي اللي متحدده، وروح اديها اي لون، بص هتلاقي هي اللي هي الوحيده اللي بيتغير لونها اهو بالشكل ده. ده لما يجي يطلب منك غير لون بار واحد منهم، تمام. لكن يبقى ثلاث اسئله بتاع الوانات، يغير لون الارضيه، يغير لون البارات كلها، يغير لون واحد منهم، تمام كده يا اساتذه. هو راجل عايز يغير ايه، البارس كله. فانا زي ما عملت دلوقتي، دوست كليك شمال في مكان فاضي، رحت دوست كليك شمال على اي واحد فيهم ودوست شيف فيل واعطيته اي لون، هتلاقيهم كلهم بيتغيروا معاك عادي جدا، تمام. هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الملف اللي اسمه سيلز كانتريز ورك شيت تشينج ذا فونت كلر، الراجل عايز يغير نوع الخط، فونت كلر، عايز يغير لون الخط، لون خط الكلام بتاع الشارت تايتل بتاع عنوان الرسم البياني اللي اسمه سيلز لاي لون من اختيارك. هدوس كليك شمال على سيلز واروح على قائمه هوم وافتح السهم بتاع الايه، بتاع الفونت كلر. هو عايز هنا فونت كلر، وادي له اي لون من اختيارك وليكن اللون الاحمر مثلا، واروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك كرييت ا 3 ديستيكت كولم شارت يوزنج ذا سيل رينج اي 2 سي 2. الراجل عايز يعمل رسم بياني من النوع 3 ديستيكت كولم باستخدام الخلايا اي 2 لسي 8 بحيث انها تكون داتا سورس. طب تعالى معايا، عايز اعمل رسم بياني في نفس المكان خدناها، ممكن يجي لك في زي ما السؤال ده ما جه قبل كده في ال 100 سؤال في الفيديو اللي فات، عايز يعمل رسم بياني في ورقه مستقله، تمام. ان يقول لك ان شيت اونلي او في ورقه فاضيه او ورقه وحيده، تمام. هتدوس له اف 11. طب تعالى نشوف النطاق بتاعك اللي عايز يعمل له رسم بياني من اي 2 لحد سي 8 بالشكل ده. عايز اعمل رسم بياني للنظام ده، اتفقنا. اروح اقول له انسرت واروح اختار له الحاجه اللي عايزها، لكن لو عايزها في ورقه رسم بياني هروح اقول له اف 11 على طول في الكيبورد، تمام كده يا اساتذه. يعني هتختار له الحاجه او هتقول له كليك يمين انسرت وتختار له الشرط وتقول له اوكي، هيروح يعملها لك في ورقه مستقله، تمام. طيب انا هنا عايز اعمل له ايه في نفس الورقه، انا طالما ماليش ورقه مستقله عايز اعمل له من نوع 3D. هتدوس على السهم الصغير اللي هنا تحت ده ونيجي نشوف بقى هو عايز من نوع مين، الكولم. يبقى انا واقف على الكولم. طيب الكولم من نوع 3D، امشي بالماوس من غير ما تدوس، ده اسمه كلاسترد، ده اسمه ستيكت، بس هو عايز ستيكت كولم بس من نوع 3D. ده اسمه 100%، ده اسمه 3D كلاسترد، غلط، ده اسمه ستيكت كولم 3D. ستيكت كولم 3D هو ده المطلوب، ادوس عليه. طب اللي بعديه اسمه ايه، 100%؟ لا خلاص. واللي بعديه اسمه 3D كولم بس، لا. فهي دي المطلوبه، اسمها
ستيكت كولم 3D نفس اللي فوق اهي، واروح اقول له اوكي، هتلاقي اتعملت لك رسم ثلاثي الابعاد زي ما هو عايز. الراجل ما قالكش حطه في مكان معين فهسيبه له زي ما هو، لكن في اسئله يروح خد الشكل ده حطه في المكان الفلاني وهكذا. طيب اروح اقول له صمت، نشوف السؤال اللي بعدي. كل دي اسئله رسم بياني موجوده في نفس امتحان الباوربوينت. الراجل بيقول لك في الملف ده اعمل ريسايز للشرط، اعمل اعاده تحجيم للشرط بحيث انه يكون او ينقله او حرك مكانه بحيث انه يكون بطن رايت هاند اسفل يمين الزاويه بتاع جي 35، والناس ما بتعرفش تظبط الزوايا. طب تعالى معايا كده على الرسم البياني اللي موجود اهو، كليك شمال عليه واروح اقول له قط. الراجل عايز يحطه فين؟ عايز يحطه في جي 35. هروح اقف على جي 35 بالشكل ده واروح اقول له بيست. تقول لي يا عم ده ما جاش في المكان اللي هو عايزه، هقول لك تمام. طيب في بعض الحالات لو قال لك مثلا على سي، يطلع كده معايا عايز يحطه في سي 20 مثلا، فانا اقول له كليك شمال واقول له قط. تعالى كده اقف معايا على سي هنا واقول له بيست. بص اللي هيحصل ايه، هيجيبه لك بالظبط. تمام. طب هنا ما جاش معاك بحكايه قط وبسط، هتعمل ايه؟ هتروح تمسك الشكل وتحركه بالشكل ده لان هو عايزه بص بحيث انه ما يطلعش بره الحدود. يبقى تاني الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز ان الشكل يكون باتون رايت اسفل يمين الزاويه اللي في جي 35، يعني تمسكه وتحركه افضل من قط وبيست، ما تلعبش فيها وما تستخدمهاش. علشان دي عايزه ايه اسئله معينه او عايزه حد يبقى متقنها شويه. يبقى تاني كليك شمال في مكان فاضي وحركه، بس خلي بالك بقى انا عايزه في نهايه الزاويه بالشكل ده، يبقى الخطوط او الحدود بتاعتك ما تعديش الشكل، الخطوط او الحدود بتاعتك ما تعديش الايه الشكل. تمام كده يا اساتذه، هروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه يقول لك اد شارت تايتل، عايز يضيف عنوان للرسم البياني باسم برودكشن كوست. تعالى كده معايا فين الرسم البياني اللي عندك، ننزل تحت ادي الرسم البياني، عايز اضيف انا والله شرط تايتل هنا، فكليك شمال في مكان فاضي. بص يقول لك اد شرط تايتل، اتفقنا لما اي حاجه فيها اد هروح اقول له ايه لي اوت، واختار له شرط تايتل. وانا بحب اختار اباف، عندك اباف وعندك سنتر، فانا اختار له اباف. هتلاقي عندك حاجه اسمها كوست، فانت خليك ذكي، هو الراجل عايز برودكشن كوست، عايز تشيل الكلمه ماشي، عايز تقف قبليها وتكتب له الكلمه الاولانيه بس تمام، البي كابيتال برودكشن بالشكل ده اهو كوست، مش هو عايز كده؟ تمام كده اروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه في الملف اللي اسمه سيلز سيت ذا باتون ميرجين، يبدا يسالك بقى في اسئله الهوامش والقصه دي. الراجل عايز يعمل هوامش بمقدار 8 من 10 انش. تمام. طيب عشان احل السؤال ده اتفقنا اسئله الجزء الخاص بالتخطيط الصفحه واسئله اعداد الصفحه تبقى بيج لي اوت، وادوس على السهم الصغير ده او تفتح ميرجين وتختار لي كاستم. ان تقول لي يا عم دلوقتي بالانش ولا بالسنتي، هي الارقام نفسها موجوده ثابته، يعني انت مش هتروح تغير الوحده ولا حاجه، انت تروح تعملها له 8 من 10 بس عايزها لمين بقى؟ بطن بس. هاجي عند البطن احدد له الرقم ده واروح اقول له 8 من 10 اقول له اوكي. هتقول لي يا عم مين قالك ان هي انش؟ هقول لحضرتك هو في الاكسل بيبقى مظبط لك الرقم على اساس او مظبط لك الوحده على اساس الرقم، لكن في الوورد والباور ممكن يقول لك ايه روح غير الوحده زي ما خدنا وشفنا بعد كده او قبل كده. طيب اروح اقول له صمت. هتقول لي ايه اللي ياكد كلامك؟ اقول لك النتيجه. لو السؤال ده طلع لنا غلط في الاخر، لو السؤال ده طلع لنا غلط في الاخر اعرف ان احنا هنخش نشوف حل تاني، لو ما طلع صح يبقى حضرتك هتلتزم بالحل اللي احنا عملناه. طيب يقول لك انسيرت فيلد، عايز تضيف حقل اسم ورك شيت نيم في السنتر سيكشن اوف هيدر. تمام كده. طيب انا هعمل ايه؟ هروح اقول له انسرت هيدر وفوتر. لو جات لك الشاشه دي، لو جات لك الشاشه دي تمام، هتبقى الحل بتاعك سهل. ازاي؟ هو الراجل عايز يضيف فين؟ في الهيدر. هروح اقول له كاستم هيدر، هيجي لك الشكل ده. طيب هو الراجل عايز يضيف فين؟ سنتر سيكشن، يعني هاجي في السنتر عايز يضيف ايه بقى؟ عايز يضيف ورك شيت نيم. طيب تعالى معايا دي اسمها ايه؟ انسيرت فايل نيم. دي اسمها ايه؟ فايل بيس. لا مش معانا، دي اسمها شيت نيم. طب هو انت عايز الفايل ولا عايز الشيت؟ هو الراجل عايز يرجع هنا ايه؟ ورك شيت، عايز الشيت نيم مش عايز الفايل، فانا هاجي ادوس له على دي وهقول له اوكي ثم اوكي.
طب واحد يقول لك يا عم انا لما جيت دوست على هيدر وفوتر ما طلعليش الكلام ده. لا بص، لما هاجي ادوس في مكان فاضي واقول له هيدر وفوتر هيطلع لك الشكل ده، هقول له كاستم هيدر، وهتروح تقف في السنتر او الليفت او الرايت حسب ما يجي لك، هو يطلب منك وعايز نقف هنا في السنتر فوقفت له في السنتر. ممكن يطلب منك بقى روح دي في فورمات، روح دي في بيج نمبر، نمبر اوف بيج، ديت، تايم، فايل بيس، مسار الملف، اسم الملف، اسم الشيت، صوره، زي ما شفنا. وتقدر ترجع كل الاسئله دي موجوده في فيديو الاكسل ال 100 سؤال. تمام، تمام كده فصل اللي هو عايزه، راح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه، في الملف اللي اسمه او في شيت اللي اسمه سيلز شيك، عايز يستخدم شيك ريسيفابل ورك شيت تو سبيلنج. الراجل عايز يستخدم السبيلنج بتاعك عشان يعمل كوركت، يعمل تصحيح لاي اخطاء. نفس الاسئله بتاعه الوورد والباور، قائمه ريفيو، واروح اقول له سبيلنج. الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل تشيك لكلمه سيفابل عشان يصححها. تمام، يصحح فور سبيلنج ميستيك اند كوركت اني ميستيك. هروح اقول له الراجل عايز يصحح كلمه ريسيف، عايز يصحح اي خطا عندك في شيت بتاع ريسيفابل. فانا اروح اقول له تشينج، يعني طالما قال لي كوركت هقول له تشينج، مفيش الا واحده بس، هقول له اوكي بس كده. لو جاتك اكتر من حاجه هتفضل تقول له تشينج تشينج لحد ما يطلع لك بره. يبقى السؤال ده تاني، سؤال السبيلنج، سؤال متعاد ومتكرر معانا من الوورد والباور. الراجل بيقول لك اعمل سبيل للشيت اللي اسمه ريسيفابل في ملف اللي اسمه سيلز، واقف على ريسيفابل، اروح اقول له سبيلنج، هيقول لك مفيش. تمام، عشان احنا عملناها. تمام، طيب لو في الراجل بيقول لك اعمل كوركت الاني ميستيك، هتقول له تشينج تشينج تشينج. تمام يا اساتذه، تقدر ترجع في مديول الشرح بتاعنا في الوورد والباور تشوف الاسئله السبيلنج احنا شرحناها بالتفصيل، فاقول له صمت. السؤال اللي بعدي بيقول لك ست ريسيفابل ورك شيت اوف سيلز سو ذات برنت، عايز يطبع عمود، عايز يطبع الصف الاول في توب اوف اتش بيج، عايز يكرر طباعه الصف الاول في بدايه كل صفحه، يعني عايز يحدد منطقه معينه. طيب عشان احل السؤال ده اقول له بيج لاي اوت. فاكر الاسئله بتاعه طباعه نطاق معين وطباع العمود الاول والصف الاول والقصه دي، هو عايز يكرر طباعه الصف الاول دايما. فانت اجابه السؤال ده هتروح تقول له برنت تايتل، وتيجي على رو تو ريبيت ات توب، لان هو عايز ات توب اهو، وعايز الصف الاول. فانا اروح ادوس له كليك شمال على الصف الاول بالشكل ده، واروح بعديها اقول له اوكي. طب ممكن في الامتحان يجي لك العمود الاول، فانت هتروح تقول له برنت تايتل، وتقف على العمود ده وتروح تدوس له على عمود الايه، هيكتب لك هنا. يبقى اجابه السؤال بتاع انه يكرر طباعه الصف الاول او العمود الاول او الصف الخامس او ايا يكن في كل الصفحات اتش بيج، في كل صفحه حلها من بيج لاي اوت برنت تايتل، او تجيب لي السهم الصغير اللي هنا ده وهتروح تختار لي الشيت والرو نفس النظام. تمام كده يا اساتذه، يبقى اللي عايز يدوس هيجيبها من برنت تايتل. تمام، اللي عايز يجيبها من السهم الصغير. تمام، هقول له صمت. السؤال اللي بعدي بيقول لك اندر ذا كويتشن ان برينتنج ورك شيت اوف سيلز كذا، عايز يجاوب السؤال الخاص بالطباعه اللي في شيت اسمه سيلز. طب تعالى معايا هنا، بيقول لك ايه which one the following would to use print the current، عايز اطبع الكرنت شيت، عايز اطبع الشيت الحالي. طيب انا عشان اطبع الشيت الحالي، بص معايا هنا كده، الكرنت شيت اللي هي الاكتف شيت. طب تعالى نبص، انت من غير ما تبص للصوره اصلا هقول لك تعلمها ازاي. هو بيقول لك عايز يطبع ايه فوق، عايز يطبع الكرنت. لما يقول لك كرنت يبقى اكتف، لكن لما يقول لك سيلكشن سيكشن يبقى سيلكشن، لما يقول لك انتاير يبقى فيه هول، هول انتاير، سيكشن سيلكشن كرنت اكتيف، معروفه من ايام الوورد. هقول له صمت. السؤال اللي بعده بيقول لك ديليت ذا تكست، امسح النص اللي في بي 6 ال اتش 8 في اللي اسمه اسفل برندنج. تعالى معايا كده، في نص موجود اهو من بالشكل ده، من كام، من بي 8 ال اتش 8 عايز يمسحه، فاروح اقول له ديليت اللي في الكيبورد، ثم الراجل عايز نعمل له ريستور فهقول له كنترول زد، واروح اقول له صمت. السؤال 37 بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيلكت سبريد شيت اند زوم ديسبلاي ان ورك شيت جود براكتس 100%. يعني بيقول لك روح الجود براكتس، الراجل عايز يعمل زوم، سؤال عادي خالص من قائمه فيو، هروح اقول له زوم واكتب له الرقم اللي عايزه 110.
هقول له اوكي ثم صمت. طب تعالى معايا كده على السؤال رقم 18. بيقول لك ايه سؤال رقم 18؟ سؤال في الاول تقريبا حلناه او لسه هنحله، هو في ملحوظة عايز اقول لك عليها. لازم تبقى عارف انت واقف ان او الناتج بتاع الخلية هيطلع فين. بمعنى شايف دي اسمها B27، لو رحت في اي خلية غير دي هيحسب لك السؤال غلط مهما كانت ده اللي صح. فانا لازم اقف في المكان اللي هو عايزه. هو عايز ايه؟ هو الراجل عايز والله ده التراوند اللي هو التقريب زي ما اتفقنا. بعيدها او بشرحها تاني المرة التانية عشان السؤال ده مهم وناس كده بتلخبط فيه. الراجل عايزني اروح في الخلية اللي اسمها B27، ادي B27 اهي B27 وليست D27. B27 اروح اقول له اف اكس واروح هجيب دالة راوند، هفتح السهم واقول له اول وانزل ادور على دالة راوند بالشكل ده. اتفقنا راوند اوف اللي هي راوند، راوند اوف اللي هي ايه؟ راوند. واقول له اوكي، هيجي لك الشاشة دي. هكتب له هنا الخلية على طول D23 كابيتال او سمول مش هنختلف. ويقول لك نو ديسيمال اي بلا منازل عشرية اللي هي صفر، ثم هقول له اوكي هيطلع لك الناتج هكذا. ركز انت بتكتب الناتج فين، تاني ركز انت بتكتب الناتج فين. يبقى الراجل عايزها في B27، هي فعلا ادي B27. لو قال لك في اي مكان تاني بتروح في المكان اللي هو قايل لك عليه بالظبط، وما ينفعش تروح في اي مكان غير المكان اللي هو عايزه. هقول له صمت ونروح نكمل سؤال 38. بيقول لك في الملف في الشيت اللي اسمه سبريد شيت انتر تكست ديت، عايزك يدخل كلمه ديت في الخليه اللي اسمها E14. فين E14؟ ادي E14 اهي، اكيد لازم تبقى مكان فاضي. ادي E14 اروح ادخل له كلمه ديت، بكتب له ديت والكابيتال كابيتال بالشكل ده واقول له انتر. اوعى تنسى انتر، انتر لو ما عملتهاش ولا كأنك حليت، لازم بعد اي حاجه اقول له انتر ثم اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز كانتريز، الراجل عايز يعمل موديفاي للتكست، عايز يعدل التكست اللي في A2 لكلمه كانتريز. تعالى معايا، ادي A2 دي اسمها كانتري نيم، يعني انت حضرتك الراجل عايزك تمسح كلمه نيم، فهاجي احدد له نيم امسحها ثم اقول له انتر. اللي عايز يمسح الكلمه كلها ويرجع يكتبها تاني تمام، لازم يحدد بس ويخلي الكلمه اللي عايزها. انا هو عايز محتوى الخليه يبقى كانتري بس، فانا هكتب له كانتري بس. اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك في الشيت اللي اسمه سيلز كانتريز، اعمل فورمات برضو، اعمل تنسيق النطاق بتاعك من دي 3 لدي 21. فين دي 3؟ اهي لحد دي 21 بالشكل ده. عايز انسق من النوع برسنتج نسبه مئويه بلا منازل عشريه، فانا هقول له كليك يمين فورمات سيلز، النسبه المئويه هتبقى برسنتج وعايزها نو يعني هخليها صفر، ثم هقول له اوكي. هتلاقي حاطط لك علامات في الميه بعد او في النطاق اللي انت حددته له لحد ال 21. هقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك يوز ابروبريت تولز تو سيرش، عايز استخدم الخاصيه عشان ابحث عن الرقم 3667 في الملف ده وعدل له وخليه 3997. ركز في السؤال ده، الناس كتيره بتحله واغلب الناس الموجوده على اليوتيوب حلها غلط للاسف، واغلب الناس اللي بتسمعهم بيحلوه غلط وبينقصوا، فانت لازم تعرف الحل الصح بتاعه ايه زي ما هنعمل بالظبط. طيب انا في الشيت اللي انا عايزه اللي هو واقف لك عليه الوسيلز، هروح اقول له فايند اند سيلكت واختار له فايند، هروح اكتب له الرقم اللي هو عايزه. الرقم اللي هو عايزه كام؟ 3667. واقول له فايند، هلاقيه فعلا في رقم بالاسم ده. هتقفل القايمه دي كده ادت مهمتها وشكرا. تعالى بقى هو واقف لك اهو، شايف شريط الفيرميولا بار؟ الناس اللي هتيجي تحدد ده كله وتكتب الرقم اللي هو عايزه غلط. هو الراجل عايز يستبدل الرقم ده بالرقم ده، ما قالكش شيل الرقم اللي من 10، ما قالكش شيل 4 من 10، بتشيلها ليه؟ في حاجه من اتنين، هتيجي تحدد لي الرقم اهو وتقول لي 3997 وتسيب الدوت 4 من 10 زي ما هي، هتسيبها. والله الراجل قال لك ما تستبدلش الكونتنت بتاع السيلز، لو الراجل كان عايزك تشيل الكونتنت كله كان قال لك ريبليس ذا سيل بالرقم كله اللي جواها، لكن هو عايز يشيل جزء او يشيل الرقم الصحيح ويحط رقم صحيح مكانه. تاني يا اساتذه وركز معايا لان دي الحل الصح والدليل والفيصل بيني وبينك النتيجه اللي هتطلع. يبقى رحت بحثت
انا اقول له دي انتر دلوقتي. رحت عملت ايه؟ قلت له فايند، ورحت كتبت له الرقم اللي عايزه، قلت له فايند اول، واروح بعد كده هروح على الخلية هتيجي تحدد الرقم الصحيح بس بالشكل ده، مش هتعرف يمسحها خالص كلها، بس ما تنساش تكتب الاربعة من عشرة تقول يعني. انا اقول له 3997 دوت الفئة الحاسبة 4 من 10، يعني الرقم زي ما شيلته زي ما هكتبه. اللي عايز يشيل الرقم الصحيح ويكتب رقم صحيح بس ماشي، اللي عايز يشيلها كلها ويكتب الاربعة من عشرة معاه تمام تاني كمان ماشي، مفيش مشكلة. تمام يا اساتذه، ده بالنسبه للجزء بتاع السؤال بتاع الفايند والريبليس بالرقم لرقم. لو قال لك بقى استبدل الرقم ده كله، يعني قال لك هنا دوت 4 من 10 برقم تاني دوت 6 من 10، هتشيل الخليه كلها وتحط الخليه او الرقم بتاع الخليه الجديده. ركز في السؤال ده، السؤال ده مهم، السؤال ده مهم وناس كتيره ملخبطه وحلها غلط. عشان كده حضرتك الناس اللي بتتابعني والطلبه بتاعوتي بتلتزم بالحل اللي احنا بنعمله، لان ده الحل الصحيح وده اللي هتلتزم بيه في الامتحان عشان ربنا يكرمك باذن الله. اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك يوز ابروبريت تولز كوبي ذا فورمات، عايز ينسخ الفورمات اللي موجود في A1 لG1. فين A1 G1؟ اهو هروح ادوس على الفرشه. عايز ينسخه لمين بقى؟ ل A20 لجي 20. انزل بالسكرولر بار، اوعى تدوس في مكان فاضي. انا بنزل بالسكرولر بار واقول له كليك شمال هنا اهو، هتلاقيها نسخ نفس التنسيق. نسخ لك ايه؟ نفس التنسيق اللي موجود فوق، نفس اللون ونفس الميرج ونفس السنتر زي ما هو عايز. اقول له صمت. السؤال اللي بعديه بيقول لك كوبي ذا كونتنت، انسخ المحتويات اللي موجوده في بي 3 لبي 20. فين بي 3؟ ادي بي 3 لحد بي 20 بالشكل ده كده اهو، واروح اقول له كليك يمين كوبي، وعايز يحطها في الملف اللي اسمه سيلز. تمام، عايز يحطها فين بقى؟ عايز يحطها في نفس المكان بي 3 لبي 20 بس في ملف تاني او شيت تاني اسمه جلوبال سيلز. اين انت يا جلوبال سيلز؟ تعالى نصغر له دي، ادي جلوبال. فين جلوبال سيلز؟ مش موجوده هنا، فممكن تبقى جلوبال سيلز هو شيت ولا ملف اصلا؟ جلوبال سيلز في الملف اللي اسمه انيوال، يبقى اكيد في ملف اكسل تاني اهو، يبقى اروح افتح له ملف الانيوال كليكين شمال عليه. فين بقى جلوبال سيلز؟ اهو، يبقى جلوبال سيلز جوه ملف اكسل تاني. ركز وانت بتنسخ او بتعمل، انت شوف انت واخد منين فين. انا واخد من الشيت الاولاني اللي اسمه سيلز لانيوال ريبورت، هتلاقي بقى الشيت اللي هو عايزه اسمه جلوبال سيلز، ولازم تلاقي مكانه فاضي. يبقى انت واخد الارقام هنا وحدد اهو، واروح اقول له ايه بيست، هتلاقي الارقام جات لك زي ما هو طالبها بالظبط. يبقى انا بنسخ من شيت لشيت بس مش في نفس الملف، في ملف تاني. يبقى السؤال ده تاني حلته ازاي؟ رحت على الملف الاولاني اللي اسمه سيلز، رحت حددت النطاق بتاعك اللي هو عايز ينسخه لحد 20 وقلت له كوبي، ورحت وعايز الملف اللي اسمه ايه؟ انيوال. فين انيوال؟ تحت اهو، هتدوس على كليك شمال عشان انشطه، واروح احدد له المكان بتاعه اللي هو نفس اللي انا خدته من هنا كوبي على قد المكان من ايه؟ من كام؟ من بي 3 لبي 20، واروح اهو بدايتك بي 3 ونهايتك بي 20، واروح اقول له بيست على طول. تمام يا اساتذه، نركز في الاسئله بتاع الكوبي والبيست، ما ينفعش تضيع منك. السؤال اللي بعديه في الملف اللي اسمه جلوبال، اللي في الشيت اللي اسمه جلوبال، في الملف اللي اسمه انيوال ريبورت، امسح العمود 23. تعالى معايا، فين 23 اهو؟ احدد امسح الصف قصدي اللي اسمه رو 23، حددت الصف وعايز امسحه، فاقول له كليك يمين ثم ديليت. اديني مسحت الصف اللي اسمه 23 في الشيت اللي اسمه جلوبال سيلز في الملف اللي اسمه انيوال. هقول له صمت. بيقول لك في الشيت اللي اسمه جلوبال سيلز الملف اللي اسمه ريبورت، الراجل عايز يعمل انفريز للرو 1. طب تعالى معايا، هو في رو 1 معمول له فريز؟ تعالى نشوف كده، شوف لما باجي انزل. اه فعلا لما باجي انزل اهو، الصف الاول معمول له تجميد. لو عايز افك التجميد ده هحدد الصف الثاني او هقف او ايا يكن، اروح على قائمه فيو واروح اقول له فريز واقول له اون فريز. هقول له ايه؟ اون فريز. اجي انزل هتلاقي كله بينزل معاك عادي، يبقى كده تمام التحديد راح. اللي عايز يحدد الصف ده واروح اقول له فريز واقول له اون فريز، تمام، من غير ما اتحدد طف في اي مكان، هقول له فريز وان فريز، تمام، دي صح ودي صح. لكن لما في حاله التجميد بقى اللي هناخدها في حل الامتحان ال 36 دلوقتي، لازم تقف او تحدد الصف اللي هو عايزه عشان تجمد اللي فوقيه. فهنا هقول له صمت.
السؤال اللي بعديه بيقول لك ديليت ذا ورك شيت، امسح الشيت اللي اسمه نيو ستور في الملف انيوال، في نيو ستور اهو، كليك شمال عليه ثم اقول له كليك يمين واقول له ديليت، هيجي لك رساله انت متاكد، اقول له يس ثم صمت. السؤال اللي بعديه في الملف او في الشيت اللي اسمه جلوبال سيلز الراب كونتنت، اعمل دوران للنص او المحتوى اللي في A2، فين A2؟ ادي A2 عايز يعمل لها راب تكست. ليه اعمل لها راب تكست؟ عشان نخليها فيزابل. طب تعالى نشوف فين الراب تكست. في قائمه هوم دي الميرج فوقيها على طول، لو وقفت من غير ما ادوس اسمها راب تكست، هدوس عليها بص اللي هيحصل ايه، هتلاقي الكلمه نفسها ظهرت كلها، بقت كلها فيزابل زي ما هو عايز. بروح اقول له صمت. السؤال اللي بعديه في الشيت اللي اسمه جلوبال سيلز تشينج لاين شارت، اهو بص عايز يغير النوع، عايز يغير اللاين لكلاسترد، تمام؟ فانا اقول له كليك شمال في مكان فاضي جوه الرسم البياني ثم ديزاين، انت فاهم؟ لو عايز اغير النوع هدوس له ديزاين، عايز اضيف حاجه لاي اوت، عايز اغير اللون هدوس له فورمات. والراجل عايز يغير النوع، اغير النوع من ديزاين ثم تشينج شارت. طيب عايز بقى من نوع ايه بقى؟ من نوع اللاين الى كلاستر دي بار. فين كلاستر دي بار؟ تيجي تختار لي من هنا البار، اول واحد اسمه ايه؟ اسمه كلاستر دي بار، تمام؟ مش طالب منك حاجه تاني، ثم اقول له اوكي، هتلاقي الرسم اتغير للنوع البار ثم صمت. السؤال اللي قبل الاخير بيقول لك في الشيت اللي اسمه انيوال كوست اعمل ادجاست، يعني اعمل ابلاي او تطبيق للطباعه بتاعتك بحيث ان الملف يطبع صفحه واحده بس في كل مره. فانا هعمل ايه؟ هروح لبيج لي اوت ثم اروح اقول له قدام حاجه من اتنين، اللي عايز يحلها من هنا ماشي، اللي عايز يحلها من زي ما هنجيبها كمان شويه ماشي. عشان اقول له جاست بيج 1 يعني اعمل تطبيق ان انا اطبع صفحه واحده، هتختار في الوايدز تفتح لي وتختار لي 1 وفي الهايت 1، او هتدوس على السهم الصغير ده وتكتب لي هنا 1 1، تمام؟ يبقى تاني اللي عايز يحلها من هنا ماشي، اللي عايز يفتح لي السهم واختارها من هنا ماشي. هتقول لي ازاي؟ بص هو هنا 1 1، بص لما نخلي دي كده اهو اقول له اوكي، هتبقى 2 و2 كده غلط. ليه كده غلط؟ لانه عايزها 1 1، انا هدوس له على السهم واخليها 1 1 واقول له اوكي، هتلاقيها بقت 1 1 اهي. اللي تعمله بره بيسمع جوه، فانا يفضل عايز يحلها من هنا من بره ماشي، عايز يحلها من السهم ماشي، لو طلب منك 2 بيج هتخليها 2 2، طلب منك 1 بس هتخليها 1 1، ثم هقول له صمت. السؤال اللي بعديها بيقول لك في الانيوال كوست ورك شيت، في الشيت اللي اسمه انيوال كوست اللي هو واقف لك عليه، اعمل تورن اوف، تيرن اوف للديسبلاي جريديان جريد لاين، يعني خطوط الشبكه التربيعيه عايز اقفلها بحيث انها ما تطبعش، مش ما تظهرش، ما تطبعش. طب عشان نحل السؤال ده منين؟ موجود في فيديو 100 سؤال اكسل بالتفصيل. هتروح لقائمه بيج لي اوت، هتلاقي شويه حاجات على الجريد لاين وشويه حاجات على الهيدنج. هو الراجل طالب منك هنا ايه؟ جريد لاين. طب في وضعيه الشو الفيو اللي هي شو ولا البرنت، الراجل لا عايزها في البرنت ما تطبعش، واعملها تيرن اوف، يعني هتيجي تشيل علامه الصح من على البرنت، هتشيل علامه الصح من على البرنت كده تيرن اوف. طب لو حطيت علامه الصح يبقى كده تيرن اون. يبقى تاني يا اساتذه لما يجي يطلب منك لازم تعرف هو هيعمل ايه. طب ايه الاسئله اللي ممكن تيجي لك في الجزء دي؟ ممكن والله الراجل مشكورا يجي يقول لك اعمل تيرن اون للهيدنج في البرنت، يبقى تروح لقائمه بيج لي اوت على الهيدنج هنا اهو، هتيجي تحط علامه الصح على البرنت. طيب لو شلت علامه الصح يبقى كده مش هتطبع، حطيت علامه الصح يبقى كده هتطبع. يعني ايه شلت علامه الصح؟ لو شلت علامه الصح يبقى كده تيرن اوف، حطيت علامه الصح يبقى كده تيرن اون. يبقى اعرف من السؤال هو عايز ايه، هو عايز هنا ايه؟ الجريد لاين. يبقى اجي على الجزء بتاع الجريد لاين، عايز نعمل له ايه؟ تيرن اوف، يعني اشيل علامه الصح لمين؟ للفيو ولا البرنت؟ وراه بيقول لك كان نوت بي برنت، يعني ما ينفعش يطبع، فاشيله علامه الصح من على البرنت. طب لو قال لك كان نوت بي برنت اند فيو او اند شو، هتشيل علامه الصح الثانيه من على الفيو. تمام كده يا اساتذه؟ نركز بالله عليكم علشان الحاجات البسيطه جدا دي هي اللي بتغلطنا وهي اللي بتنقصنا، وبنقعد نقول احنا غلطنا في ايه او ايه اللي نزلنا او ايا يكن. هروح اقول له صمت. كده تقريبا خلصنا كل الاسئله ومفيش اسئله معانا تاني، وسؤال 18 شرحناه بالتفصيل. فاروح اقول له فينش تيست ونشوف النتيجه باذن الله، اللي هو 100%. اهي يا اساتذه النتيجه زي ما طلعت لنا 100%. حضراتكم هتلتزموا بالشرح والخطوات والحل اللي احنا حليناه، والمهم انك تعرف انت واقف في انهي خليه، مهم تعرف انت تستخدم داله ايه، مهم انك تعرف هتطبقها على مين، مهم انك تعرف انت بتحل في انهي شيت او بتحل في انهي ملف.
حضرتك هتلتزم بالحل اللي احنا حليناه ده علشان ما تلخبطش نفسك وما تشتتش نفسك. ده كان بمنتهى البساطة والسهولة حل الخمسين سؤال في مديول الاكسل في امتحانات الاي سي دي ال او الاي سي دي ال تيتشر. بإذن الله هنروح حالا نحل ثلاث نماذج او الامتحان 36 سؤال في مديول الاكسل علشان يبقى معاك الجزء الثاني في بنك الاسئلة في مديول الاكسل كامل متكامل. هنقفل دي خلاص 100% وهنروح نخش نلوج ان ثم هنحل بقى 36 سؤال. هنفتح السهم الاولاني ونختار له نيو سبلايز وهنفتح السهم الثاني واختار له ويندوز 7 واروح السبريد شيت او الاكسل اللي هنا اسمه ايه الاكسل اللي هنا اسمه سبريد شيت اكسرسايز 1 و2 و3 هروح اختار له واحد واقول له ستارت. ادي اول سؤال في ال 12 سؤال الاولانيين في مديول الاكسل. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ذا اوبن سبريد شيت اللي اسمه استيميت كومبارزيشن اعمل زوم ديسبلاي اوف ذا ورك شيت ايتمز ريت تو 90%. انا الراجل بيقول لك في الشيت اللي اسمه ايتمز اهو عايز اعمل زوم بمقدار 90%. فانا عشان احل السؤال ده هروح اقول له قائمه فيو واروح اقول له زوم واكتب له هنا كام؟ 90%. اكتب له 90 ثم اوكي. سؤال لسه حلينه في ال 50 سؤال دلوقتي فهقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك انتر تكست تدخل الرقم اللي اسمه 400 4400 سلاش تي في الخليه اللي اسمها دي 4 من الورك شيت ايتمز ريت. طب تعالى معايا الشيت اللي اسمه ايتمز ريت اهو هروح على الخليه اللي اسمها دي 4. فين دي 4؟ اهي ادي دي 4 واكتب له 4400 سلاش وحرف التي سمول بالشكل اللي هو طلبه منك ثم انتر. اوعى تنسى الانتر واروح اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه في الايتمز ريت في الشيت برضو اللي اسمه ايتمز ريت اللي احنا واقفين عليه اعمل ريموف بلانك رو 6 يعني امسح الصف السادس. فانا اروح على الصف رقم 6 ادوس عليه كليك شمال في الجنب السهم الصغنن ده هتلاقي الصف كله اتحدد واروح اقول له كليك يمين ثم ديليت ثم هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه في الايتمز ريت ورك شيت اعمل تعديل للهيدنج ماتيريال عايز اعدل العنوان اللي اسمه ماتيريال اللي موجود في اي 3 عايز اعدله الى ماتيريال. طب تعالى معايا فين اي 3؟ طيب الراجل بيقول لك ايه عايز يعدل العنوان اللي اسمه ماتيريال اهو فعلا في كلمه اسمها ماتيريال عايز يعدلها لايتم. فهتيجي تقف على كليك شمال ناس تقول لك بقى بتيجي تحل الجزئيه دي ناس تقول لك طب انا همسحها الاول هدوس ديليت في الكيبورد ناس تقول لك لا طب انا هاجي ادوس كليكين شمال جوه واحددها وامسحها ناس تقول لك لا ده انا هاجي هكتب عليها ناس تقول لك لا ده انا هاجي اشيلها من هنا واكتب. بص كل الطرق صح انا بفضل ايه؟ مش انت واقف عليها من غير ما احدد من غير ما اشيل اول ما هتكتب اصلا اول ما هتكتب اصلا اي حاجه جوه الخليه هتتمسح. طب تعالى نشوف انا اروح اكتب له ايتم الاي كابيتال تي اي ام والدوت دي بتاعت السؤال هقول له انتر اهو انا مجرد ما وقفت وكتبت الكلمه الاولانيه راحت. فاللي عايز يحددها ويمسحها ماشي اللي عايز يدوس كليكين شمال جوه الخليه ويحددها ويمسحها ماشي اللي عايز مجرد ما بيقف عليها بس وهيكتب كده كده هي هتتمسح اوتوماتيك تمام جدا هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه يقول لك في الملف اللي اسمه اي سي ار اي في اس اس كيو ام سبريد شيت اعمل راب. بص الراب ذا كونتنت لسه جايه في 50 سؤال عايز اعمل دوران او التفاف للنص في النطاق بتاعك من ايه 13 لدي 13. طب تعالى معايا فين ايه 13 عندك في الملف اللي اسمه اي سي ار اهو في الشيت ده من ايه 13 لسي 13 تعالى كده معايا ادي من ايه 13 لحد سي 13 تمام عايز اجيب له الراب هقول له قائمه هوم ثم هقول له الراب التكست اللي موجوده فوق الميرج هدوس له عليها هتلاقي البيانات بتاعتك ظهرت اهو بيقول لك التكست از فيزبل كل البيانات ظهرت معاك فهقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك ان ذا ورك شيت اي سي ار اي اللي احنا واقفين عليه برضو اعمل كوبي ذا كونتنت انسخ المحتوى اللي موجود من اي 2 لدي 2 فين اي 2؟ ادي اي 2 لحد دي 2 عايز ينسخ العناوين دي فهقول له كوبي من هنا او كليك يمين كوبي او كنترول سي كل الطرق صح وعايز يحطها في الشيت اللي اسمه اي سي ار اي في اس سي بي ام الشيت اللي بعديه اهو.
طب احطه فين في الشيت اللي بعديه؟ هحطه برضو في نفس المكان اللي هو E2 لD2. فتيجي تحدد لي بالشكل ده كده اهو، واروح اقول له بيست نفسها، هتدوس على بيست نفسها ثم نيكست. السؤال اللي بعديه سيلكت ذا ورك شيت ايتمز ريت، روح حدد الشيت اللي اسمه ايتمز ريت. الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يحركه اند موف ات تو ذا اند افتر اي سي ار اي، عايز يحركه الى نهايه الملف بتاعك، يعني عايز يحركه في النهايه، مش بس في النهايه، ده يكون بعد الشيت الاخير. طب انا عشان احركه قدامك طريقين، يا كليك شمال عليه واسحبه واخليه بعديه، يا اما كليك يمين وهقول له موف اور كوبي وهقول له تو ذا اند ثم اوكي، هتلاقيه جه بعديه. معاك الطريقين صح، يا كليك شمال بالسحب واوديه سحب وافلات، يا اما هقول له كليك يمين واقول له موف اور كوبي ثم هقول له موف تو اند ثم نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك سيلكت سبريد شيت، روح اختار سبريد شيت اسمه فيس بادجس اللي موجود في الشيت التاني، في ملف اكسل تاني المفروض، ايوه اهو في التاسك بار، ادي فيس بادجس. اعرف كده لو انت بتدور على شيت معين او ملف معين ومش لاقيه، تروح بص على التاسك بار هتلاقي ملف تاني موجود عندك، فاقول له فيس بادجس. الراجل عايز يعمل ايه؟ الراجل عايز يعمل كوبي للفرميوله اللي موجوده في A4. فين A4؟ اهي ادي A4، عايز ينسخ المعادله الموجوده هنا ويطبقها ل A5 من اول A5 ل A12. فانا هاجي علامه الزائد الصغنونه دي واسحبها لتحت لحد ايه كام؟ لحد ايه 12 بس، بالشكل ده. يبقى الراجل عايز يعمل كوبي للفرميوله. يعني ايه كوبي للفرميوله؟ نسخ المعادله، وده فعلا اسئله النسخ، 3 اسئله، نسخ المعادله، نسخ التنسيق، نسخ المحتوى. فانا هاجي اقف على المكان اللي هو عايزه بالشكل ده وامسك الزائد واسحب لحد اخر خليه عايزها اللي هي ايه 12، هروح اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه موف ذا كونتنت، روح انقل المحتوى بتاعك اللي موجود من A16 لدي 27 في الملف اللي اسمه او الشيت اللي اسمه انترنال. فين انترنال؟ واقف لك عليه تمام. من A16 لدي 27، فين A16؟ انزل تحت بالسكرولر بار A16 اهو. الراجل عايز انقل او احرك له A16 بالشكل ده لحد دي 12، لا من A16 لدي 27 اهو. الراجل عايز اعمل موف للمحتوى من A16 لدي 27، فاقول له كليك يمين كات ناقل لي موف، وهحطه فين بقى؟ وهحطه في A1 لدي 12 في الملف اللي اسمه يور تراي. فين اهو يور تراي كوريتور تمام، هدوس عليه. ومنين لفين بقى؟ من A1 لدي 12، فانا هقف من A1 لحد دي 12 بالشكل ده اهو، واروح اقول له بيست بالشكل ده. طالما جات لك شبابيك فانت المفروض حضرتك ذوقيا منك توسعها لنا انت لو حبيت تعملها، يعني لو ما حبيتش تعملها مش هيقول لك صح ولا غلط ولا ايا يكن. تمام، طيب اروح اقول له نيكست. لا ركز هنا، بيقول لك سيف ذا فايل، ركز في الاسئله، طلب منك سيف ولا ما طلبش؟ طيب طلب هنا مني سيف، انا اقول له علامه الديسك واقول له فايل سيف ثم هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه في الملف اسمه فنتليتد باركينج ورك شيت سورت سيلز رينج، رتب النطاق بتاعك من اللي هو من بي 3 لدي 16. فين بقى في الشيت اللي اسمه فنتليتد اهو، اهو الشيت اهو، عايز يرتب بقى النطاق بتاعك من كام لكام؟ من بي 3 لدي 16. فين بي 3؟ ادي بي 3 بالشكل ده لحد دي 16 تمام كده، ادي النطاق بتاعك اللي عايز يعمل له سورت. بس بايه بقى؟ مش احنا لسه حلينا ال 50 سؤال من شويه، لكن هنا المره دي عايز يرتب بالالفابيتيكال او الفابيتيكال اسيندنج، يعني من ايه للزد. فانا اروح على سورت واختارها له من هنا على طول سورت ايه تو زد بالشكل ده. ممكن يقول لك ديسيندنج، فهتفتح له دي وتختار له زد تو ايه. تمام يا اساتذه، لسه حلينا السؤال ده في 50 سؤال بس كان بطريقه ثانيه، ده سؤال مباشر، هناك كان سؤال لافف شويه. فهنا هقول له نيكست، واروح يقول لك ايه اوبن ذا اوبن ذا فايل بادجس من دوكيومنت ليتمس، عايز يفتح الملف، فانا اقول له فايل اوبن، واروح اختار له دوكيومنت ليتمس، هتلاقي ملف اسمه بادجس اهو، واروح اقول له اوبن، فتحته. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اند سيف ات، احفظه بالاسم ده. شفت بقى؟ احفظه بالاسم ده في نفس المكان، هناك في الاكسل يقول لك احفظه بنوع معين، فهنا بيقول لك احفظه بنفس الاسم، فانا اروح اقول له فايل سيف از، واروح هقف قبل بادجس كده، بعد بادجس، خليك ذكي ما تكتبش الكلمه تاني، هقف بعديها وابدا اكمل له بقيه الكلمه اللي عايزها. عايزها كومبارديشن سي او ام بي اي ار
اي اس او ان، وما بكتبش الامداد هو بيحطه، والسي هنا سمول، سي هنا ايه سمول يعني مش كابيتال تقريبا يعني. ثم هقول له سيف، هو الراجل بيقول لك اعمل كلوز للاكسل، فهقول له هنا ايه كلوز او فايل كلوز، دي صح ودي صح. ثم نيكست. السؤال الاخير في ال 12 سؤال الاولانيين بيقول لك كرييت ان يوز سبريد شيت، اعمل سبريد شيت جديد او اعمل ملف اكسل او شيت في ملف الاكسل الجديد، او اعمل ملف جديد باستخدام التمبل باستخدام القالب من نوع الاكسبنسز ريبورت وسيبه مفتوح. طيب فانا عشان احل السؤال ده هقول له فايل وهقول له نيو. لو دوست كرييت يبقى انت كده هتعمل ملف اكسل جديد او ملف شيت اكسل او ملف اكسل او بوك اكسل جديد من نوع البلانك، لكن الراجل مش عايزه من نوع البلانك وعايزه من التمبلت، فانا هختار له سيمبل تمبلت. ثم هتروح تختار النوع اللي هو عايزه، عايز اكسبنز، ثم هقول له كرييت وبيقول لك سيبه مفتوح. تمام كده، فتقريبا كده حلينا ال 12 سؤال ولسه معانا 5 دقائق، تعالى نعيد الاسئله تاني في خلال الوقت ده. طيب السؤال الاولاني بيقول لك ايه، في الملف المفتوح اللي اسمه استيميت عايز يعمل زوم بمقدار 90% للشيت اللي اسمه ايتمز. طب تعالى معايا، المفروض ان في ملف اسمه استيميت اهو، الشيت اللي اسمه ايتمز اهو عايز يعمل له زوم، فهتروح لقائمه فيو وتدوس على زوم وتعملها لي بمقدار 90. السؤال اللي بعديه، انتر ذا تكست 4400 سلاش تي في الخليه دي 4، فهقف على دي 4 واروح اكتب له من الكيبورد على طول 4400 سلاش اللي علامه العاله اللي في الاله الحاسبه، او اللي الناس اللي مش هتعرف تشغل الاله الحاسبه هتبقى ممكن تبقى مطفيه او الارقام مش نشطه او مش مفعله معاك، لان النم لوك في زرار فوق رقم 7 في الاله الحاسبه في الكيبورد على ايدك اليمين، لو اللنده الاولانيه مطفيه، اللنده الاولانيه على ايدك الشمال مطفيه، اعرف ان ارقام الاله الحاسبه مش هتشتغل. طب عشان تشتغل هتدوس على نم لوك هتلاقي اللنده نورت، اعرف ان اللنده الاولى لو منوره، اللنده الاولى لو منوره اعرف ان الارقام شغاله، طب لو مش منوره اعرف ان الارقام مش شغاله، فانا لازم تنور معاك عشان ادوس له علامه العاله اللي في الاله الحاسبه، وبعد كده اكتب له حرف التي. طب افرض واحد ما يعرفش يعمل ده كله يا عم، هقول لك في الارقام، شايف الارقام او شايف الحروف، هتقلب الكيبورد عربي، يعني تعالى معايا هنا كده، انا بعد 4400 اهو قلبت الكيبورد عربي بالشكل ده وقلبت اللغه بتاعتي عربي، هقول له شيفت ميم، شيفت ميم هيجيب لك علامه السلاش برده، شيفت ميم هيجيب لك علامه السلاش برده، دي صح ودي صح. ما اعرفش يجيبها من الاله الحاسبه، ممكن يجيبها منين؟ من شيفت ميم، بس اللغه تكون بتاعتك عربي. طيب السؤال اللي بعديه يقول لك في الملف ده اعمل ريموف البلانك 6 الصف السادس، هنروح تحديدا للصف السادس في الشيت اللي اسمه ايتمز ريد، وتقول له كليك يمين ديليت. السؤال اللي بعديه في الشيت اللي اسمه ايتمز ريد برضه اعمل موديفاي تعديل الماتيريال، خليها ايتم، ادي الماتيريال وقفناها فين على الخليه دي واكتبها له ايتم. السؤال اللي بعديه في الشيت اللي اسمه اي سي ار اهو، الراجل عايز يعمل راب تكست للمحتوى بتاع اي 13 لدي ايه 13 لدي 13 من ايه 13 بالشكل اللي هقف عليه، ثم هقول له قائمه هوم وهتختار لي الراب تكست. السؤال اللي بعديه في الملف اللي اسمه اي سي ار في اس اس كيو ام، اللي هو اللي بعديه اكيد اللي هو نفس الاسم الشيت اللي انا واقف عليه، اعمل كوبي كونتنت، اعمل نسخ المحتوى اللي موجود فين بقى من اي 2 لدي 2 كليك يمين واقول له كوبي، واروح احطها في الشيت اللي اسمه سي بي ام الشيت اللي بعديه، اروح محددها له واقول له بيست على طول. السؤال اللي بعديه، سيلكت ذا ورك شيت اند موف ات تو اند افتر، اتفقنا عايز يحرك الشيت بتاع ايتمز ريد في النهايه، فاتفقنا ان هو يبقى في الاول، فانا هقول له كليك يمين عليه موف اور كوبي، واروح اختار له تو ذا اند، او ممكن تسحبه بالسحب والافلات. السؤال اللي بعديه بيقول لك سيلكت سبريد شيت فيز، اكيد في الملف الثاني اسمه فيز اهو، وعايز نعمل كوبي فيرميولا، هاجي اقف هنا على اي 4 وامسك الزائد واسحب لحد اخر حاجه. السؤال اللي بعديه، موف ذا كونتنت اوف سيل رينج، عايز يحرك المحتوى بتاعك من اي 16 لدي 27 في الشيت اللي اسمه انترنال بالشكل ده، حددته وكان هنا في الشيت قبل ما نحله، فهتقول له كليك يمين كات، وهتروح على الشيت التاني اللي انت عايزه اسمه اتلاي كورديتور فين ده اهو، وتروح محدده وتقول له بيست، واتفقنا لو جات لك شبابيك بتوسع العمود عشان البيانات بتاعتك تظهر، وما تنساش تعمل سيف. السؤال اللي بعديه في الملف اللي اسمه فنتليتد باركينج sort the cell range، روح رتب النطاق باستخدام الكولم اللي اسمه item in ascending alphabetical. طيب ركز معايا في ده، السؤال اللي فين بقى في الventilated اهو، هحدد له من اول فين، من بي 3
لحد دي 16 واروح اقول له سورت. هو انا كده برتب بالعمود اللي اسمه ايتمز اصلا، وهتقول لك لا يا عم انا عايز احلها من كاستم، هقول لك تمام، هتلاقي ايتم ود اي تو زد، هقول له اوكي هي هي. السؤال قبل الاخير، اوبن عايز يفتح الملف ده ويحفظه باسم ده زي ما حلينا، هقول له فايل اوبن وتروح تختار الملف وتحفظه عادي. السؤال الاخير بيقول لك اعمل ملف جديد باستخدام القوالب، الجهاز هقول له فايل ثم نيو ثم سيمبل تمبلت ثم هتروح تختار الاكسبنسز ريت ثم كرييت واسيبه مفتوح. تمام كده يا اساتذه؟ طيب انا هروح اقول له فينش تيست، وباذن الله تلاقي النتيجه 100% في اول 12 سؤال. ادي معانا 100% اهو، يبقى حلينا اول 12 سؤال جبنا فيهم 100%. هنروح نبدا نحل مع بعض ال 12 سؤال التانيين، وباذن الله نجيب فيهم 100% برضو. هنبدا دلوقتي يا اساتذه نحل مع بعض التاني 12 سؤال معانا في امتحان الاكسل، 36 سؤال اكسرسايز 2، هنقول له ستارت. السؤال الاول بيقول لك ايه؟ بيقول لك unless otherwise stated don't close any document، يعني اي مستند او اي حاجه مفتوحه معاك اوعى تستخبى، علشان او اوعى تقفل اي ملف مفتوح عشان ما تتفسحش. تمام يا اساتذه؟ لان انت لو قفلت ملف اعرف ان عليه اسئله، لو اتقفل منك مش هتعرف تحل بعد الاسئله، فانت اضمن انك انت هتتفسح هتتفسح. اول سؤال بيقول لك ايه في 12 سؤال التانيين؟ بيقول لك ان ذا سمري 2007 سيلز، في الملف اللي اسمه سمري، اعمل موديفاي للوايدز، اعمل تعديل لعرض العمود اف بحيث ان تكون الاول كوست ار فيزابل، كل الخلايا ظاهره. طب تعالى معايا، ادي فعلا العمود اف فيه شبابيك اهو، هحدد العمود اف زي ما اتفقنا وحلينا ال 50 سؤال. عايز كليكين شمال ماشي، عايز تمسكه وتوسعه ماشي، عايز من فورمات وتقول له اوتو فيت كولم ماشي زي ما انت عايز. حلينا سؤال، مش عايز سيف هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك ادجاست ذا فرميولا ان سيل جي 3 بحيث انه يكون ار اونلي ابسولوت سيلز ريفرنس ويزن ات. يعني معنى الكلام ده؟ يعني فاكر الامتحان 50 سؤال لما قال لك دلوقتي انا كنت عايز الريلاتيف، يعني انا تعالى نروح الاول على جي 3. فين جي 3؟ ادي جي 3، لا ادي الخليه دي. الراجل عايزك تروح لجي 3 في الشيت او في الملف الموجود ده، ثم عايز يخليها خليه ثابته. عايز يخليها خليه ايه؟ ثابته، كلمه ابسولوت يعني خليه ثابته. لو وقفت على جي 3 وبصيت معايا في الفرميولا بار، بصيت معايا في الفرميولا بار، هتلاقي ان مفيش علامات دولار او دولار. فهنا السؤال ده عايزك او عايزنا نحط علامه الدولار، يبقى اعرفها كده في الامتحان. لو تروح طالما قال لك فرميولا او كلمه ابسولوت او كلمه ريلاتيف، كلمه ابسولوت او كلمه ريلاتيف وانت بتتلخبط بينهم، روح اقف على الخليه. والله لقيت الخليه ما فيهاش علامات دولار، اعرف ان هو هيقول لك حط علامه دولار. رحت وقفت على الخليه ولقيت عليها علامه دولار، اعرف ان انت هتشيل علامه الدولار من غير ما تترجم بقيه السؤال ولا تفهم عايز ايه. طيب يبقى انا واقف على الخليه اهو، الراجل عايز نعمل ابسولوت، تمام. وقفت بصيت ما لقيتش، فكده معناها ان انا هحدد له الخليه كلها بالشكل ده من فورميولا بار، واروح اقول له اف 4 اللي في الكيبورد ثم انتر. لو طلعت وقفت تاني هتلاقي علامات الدولار محطوطه على الخليتين المضروبين في بعض كما هو مطلوب وعايز منك. يبقى تاني رحت وقفت على الخليه وبصيت لقيت ما لقيتش علامه الدولار، هتحدد لي وتدوس لي اف 4. طيب هقول له نيكست. السؤال اللي بعديها بيقول لك ايه؟ يوز سيتابل ارثمتيك اوبريتور، يعني استخدم معادله او داله مناسبه بحيث ان انا عايز ادخل في الخليه اي 28، عايز ادخل معادله او داله في الخليه اي 28. طب تعالى معايا، فين اي 28؟ اتفقنا اروح اقف في المكان اللي هو عايزه الاول، اي 28 ادي اي 28. الراجل عايز يعمل ايه بقى؟ الراجل مشكورا عايزك تجيب له تو كالكوليت عشان احسب الصم، عايز اجيب داله صم للنطاق من اي 25 ل 27. فين اي 25؟ الثلاثه دول. فعشان احل السؤال ده لازم او اسئله الدوال، او طالما قال لك صم هروح اقول له اف اكس واروح اقول له صم ثم اوكي، واروح حضرتك معايا هقول له ايه بقى؟ عايز اقول له من اي 25 ل 27. لو انت عايز تحددها كليك شمال واسحب ماشي، يا اما انت عايز تكتبها اكتبها، وانا يفضل انك تكتبها. فانا هقول له اي
25 شيفت كاف عشان نقطتين فوق بعض اي 27. تمام كده هتلاقي النطاق بتاعك اتحدد بالشكل ده، ثم هقول له اوكي هتلاقي الناتج كذا. طب انا عايز اتاكد من كلامي يا عم صح ولا غلط، هعمل ايه؟ بص كده معايا عشان اتاكد من الناتج بتاعك. هتيجي تحدد لي الثلاث خلايا دول في نص الخليه واسحب لتحت. بص معايا كده على شريط الستيتيوس بار، شريط الحاله، هتلاقي فيه ثلاث ارقام عندك، رقم للصم ورقم للكاونت ورقم للافريج. هو الراجل عايز هنا ايه؟ الراجل عايز هنا صم. الصم بتاعتك كام؟ 943، والصم اللي انت طلعتها كام؟ 943. فانت كده حلك صح. يبقى دي بستخدمها للتاكد. طب لو جه طلب منك افريج هتروح تبص على الافريج، دي طلب منك كاونت هتشوف الكاونت. تمام كده يا اساتذه، الثلاث دوال اللي يبقى موجودين في الفيرميو في الستيتيوس بار في شريط شريط الحاله دي للتاكد وليس الحل. يعني ما ينفعش حضرتك اجي هنا اروح اقول له ايه 943 واكتبها. ليه؟ لان انت لو كتبتها، بص طب تعالى نكتبها 943 اهو. بص كده معايا هنا ادي ده رقم، اما لو وقفت هنا دي ايه؟ دي داله. تمام يا اساتذه، عشان كده بتبقى معروفه انت حليت، او هو يتاكد انك حليتها ولا دخلت له الرقم على طول. هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك انتر فورميولا في اي 31. ادي اي 31 ليه بقى؟ تو كالكوليت ذا ديفرنس، نفس السؤال اللي لسه حالينه في ال 50، عايز يحسب الفرق. عشان ده اللي يحسب الفرق اقول له ايكوال بين 2007 و2006. طيب فين فين بقى؟ هقول له ان الخليه اللي اسمها دي ناقص الخليه اللي اسمها دي ثم اندر، يبقى 29 ناقص اي 30. بطرح 2007 2006 من 2007، بطرح الصغير من الكبير، بطرح 2006 من 2007. هقول له انتر هيطلع لك الشكل ده. هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك انتر فيرميولا في اي 32، عايز ادخل عايز اعمل له فيرميولا هنا بحيث انها تعرض كلمه جروس، تعرض كلمه جروس لو نفس السؤال في 50 سؤال، لو القيمه اللي في اي 30 اكبر من القيمه اللي في اي 29 تطلع لك جروس، غير كده تطلع لك ديكريز. نفس الكلمه بس كانت هناك كانت يس ونو تقريبا. فانا نفس السؤال هقف هنا اهو واقول له اف اكس، واروح اقول له اف ثم اوكي، وابدا بقى اشوف ايه الشرط بتاعك. الشرط بتاعك ايه؟ ان اي 30 هي اكبر من اي 29. فانا هقول له هنا اي 30 شيفت زين، شيفت زين عشان اجيب علامه الاكبر، ولازم الكيبورد يبقى انجليزي، شيفت زين عشان اجيب علامه الاكبر اي 29، وهاجي في المربع الثاني واقول له كلمه جروس بالشكل ده، وهاجي تحت هنا هقول له كلمه ديكريز، اقول له كلمه ايه؟ ديكريز بالشكل ده، ولازم نفس السبيل يبقى نفس السبيل ديكريز، ثم هقول له اوكي. هتلاقي طلع لك جروس. ليه جروس؟ لان فعلا الخليه اي 30 اكبر من 29. هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيعمل فريز، عكس السؤال في كان 50 اللي حلناه من شويه، كان بيعمل يقول لك ان فريز، بس عايز يعمل فريز لمين بقى؟ لكل الصفوف اللي فوق الصف الثالث. فتعالى معايا كده هنا على الصف الثالث اهو، هحدد الصف الثالث لان هو عايز كل الصفوف اللي فوقيها، فانا بحدد له الصف اللي فوقيها. فادينا حددت الصف الثالث، واروح اقول له قائمه فيو واقول له فريز واختار له فريز باندز. ايه الدليل ان الحل صح؟ بص لو جيت نزلت كده هتلاقي ان الصف الاول والثاني في حاله تجميد او في معمول لهم فريز. تمام كده يا اساتذه؟ طيب انا كده حليت السؤال ده غلط. ليه؟ تعال نفك اول حاجه بس التجميد اللي انا عملته. ليه حليته غلط؟ هو انت عرفت هو انت عايز تعمل تجميد للشيت مين؟ هو بيقول لك للشيت اللي اسمه تكست بوكس. بص انا واقف على مين؟ على سكول. يبقى من ضمن الحاجات اللي تخليك تنقص او تغلط انك ما تبقاش عارف انت واقف على فين او تحله خلاص، لازم تقرا السؤال لاخره وتعرف انت واقف على انهي شيت. فانا لو نزلت كده اهو كده انا لغيت التجميد اللي هنا، اروح احل السؤال بقى نفسه على شيت تكست بوكس. هروح على شيت التكست بوكس واروح محدد له الصف الثالث، واروح اقول له قائمه فيو، ثم اقول له فريز، ثم اقول له فريز. اجي انزل كده حضرتك هلاقي فعلا الصف الاول والثاني متجمدين معايا، يبقى كل اللي فوق الصف الثالث متجمد زي ما هو عايز. ركز انت بتحل في انهي شيت واقف في انهي خليه، اهم حاجتين في الاكسل. اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك اون تكست بوكس، في نفس الشيت اللي بتاع التكست بوكس، ديليت ذا اوثر كولم، عايز يمسح العمود اللي اسمه اوثر. فانا اروح محدد له الاوثر بالشكل ده اهو، عمود الاتش من فوق، ادوس كليك شمال على الاتش ثم كليك يمين واقول له ديليت ثم نيكست. السؤال اللي بعديه اون تكست بوكس ورك شيت، في الشيت اللي اسمه تكست بوكس، انتر فيرميولا ان سيل جي 10، عايز ادخل معادله في جي 10. تعالى معايا
فين جي 10؟ جي 10 اهي، خليها فاضيه. لازم لما يقول لك دخل او اكتب لازم اروح ليها خليها فاضيه. طيب الراجل عايز يدخل المعادله ايه بقى؟ تو كالكوليت ذا توتال كوست اوف ايتمز سولد، عايز يحسب القيمه التوتال او الاجماليه بتاع المباع او القيم المباع للبيزك ايكونوميك. فين البيزك ايكونوميك؟ والله اللي قصادها. طب ركز في دي بقى، لان دي شريحه في المثال بتاع، تقدر ترجع لها في الفيديو التاني وشرح بالتفصيل المعادلات. طيب وبص كده على اللي فوقيها، اللي فوقيها الراجل ضارب اف 9 في اي 9، ضارب اف 9 في اي 9. طب بص على اللي بعديها، الراجل ضارب اف 11 في اي 11. فانت كده كده فهمت ان انت هتضرب دي في دي، دي انت من غير ما تبقى عارف. طب هو ايه اللي انت بتعمله؟ هو انا كده بضرب الوحدات اليونت في الكوست او البرايز اللي هي السعر، تاني بضرب اليونتس في الكوست، اليونتس فين؟ في الكوست. فانا هنا اروح اقول له ايكوال، كليك شمال على الخليه دي اف 10، في كليك شمال على الخليه دي اللي هي اي 10، ثم انتر يطلع لك الناتج زي ما هو عايز بالظبط. السؤال ده والتمرين ده هتلاقيني حله بالنص في الفيديو الثاني في شرح مديول الاكسل اللي تقدروا ترجعوا ليه عشان تفهموه اكتر. هروح اقول له نيكست. يوز كاونت ايه، استخدم دالة كاونت ايه وحط الناتج في اي 21 عشان اعد الخلايا الغير فارغه اللي من النطاق بتاعك من اي 3 من سي 3 لسي 19. يبقى اول حاجه هروح على اي 21، تعالى معايا على اي 21 اهي، ثم هقول له اف اكس، ثم هقول له كاونت ايه، موجوده مش موجوده، افتح السهم واقول له اول وانزل لحد حرف السي، ادي كاونت ايه، ثم اوكي. طب النطاق بتاعك من كام لكام؟ من سي 3 لسي 19. تعال نطلع القايمه دي فوق كده او اصغرها من المربع ده، من سي 3 من سي 3 لحد سي 19. يبقى النطاق بتاعك اهو من سي 3 لسي كام؟ 19. هدوس على علامه الجدول تاني ثم هقول له اوكي، يطلع لك العدد 13. طب افرض انا عايز اتاكد من الكلام ده، تعال نحدد ادي من سي 3 لحد سي، بدايتك سي 3 اهي ونهايتك سي 19. بص كده تحت معايا في الستيتوس بار 13 وانت مطلعها 13، فكده انا حلي تمام جدا وصح. هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك انتر فانكشن، دخل داله في الخليه اسمها اي 22 علشان ديسبلاي، عشان يعرض المينيموم، يعني داله ماين اول ثلاث حروف المينيموم اللي هي داله ماين اللي هي اقل قيمه، مينيموم فاليو اقل قيمه في النطاق من اي 3 لاي 19. فانا هقول له اف اكس واروح هنزل على حرف الام، ماكس ادي ماين لانه عايز مينيموم يعني ماين، ثم اوكي اللي هي اقل حاجه. منين لفين بقى؟ من اي 3 لاي 19، تعالى علامه الجدول دي واروح اطلع لفوق واقول له من اي 3 لحد اي 19 بالشكل ده، بدايتك اي 3 لحد اي 19 نفس النطاق اهو، ثم علامه الجدول تاني ثم اقول له اوكي يطلع لك 20. واحد يقول لك يا عم انا لو رحت بقى حددتها له زي ما انت لسه قايل لنا بالشكل ده هلاقيها تحت، اقول لك لا، ما هو تحت انت هتلاقي 3 بس. ليه؟ لان اقل رقم او اقل قيمه كده انت تقدر تطلعها بعينك، يعني كده كده بعينك هيطلع 20، 20 دي اقل رقم فيهم كلهم. تمام؟ طيب هقول له نيكست. السؤال اللي بعديها انتر فانكشن في اي 23، عايز يخش في اي 23 هنا اهو عشان يجيب التوتال يونتس سولد. التوتال اي حاجه فيها توتال او صم بستخدم داله صم للنطاق بتاعك من اي 3 لاي 19. فاقول له اف اكس، ثم هروح هنزل له على حرف الاس، اللي عايز يجيبها من هنا ماشي، اللي عايز يفتح السهم ويختار اول واحده تمام. انا بين انا لسه في نفس القايمه، فبدل ما اروح حرف الاس ادي صم، هقول له اوكي. ثم معايا عايز احددها من كام؟ من اي 3 لاي 19. تعالى معايا ادوس علامه الجدول، اللي عايز يمسح ويفضي تمام عشان الدنيا ما تتلخبطش منك، بحيث المربع يبقى فاضي، واروح معاك منين لفين بقى؟ من اي 3 لحد اي 19 بالشكل ده اهو، ثم علامه الجدول ثم اوكي، يطلع لك الناتج 1570. طب تعالى نتاكد، احدد الارقام اهي، بص معايا 1570 فعلا وانت مطلعها 1570 فعلا، ثم نيكست. السؤال الاخير بيقول لك تشينج ذا نيم اوف ورك شيت، شيت 3 لسمري ريبورت، عايز يغير اسم شيت 3 السمري ريبورت. فانا هقف كليك شمال على شيت 3 ثم كليك يمين واقول له رينيم، وابدا اسمي الشيت باسم سمري الحروف الكابيتال، كابيتال اس يو ام ام اي ار واي
مسافة R capital E B O R T، اوعى تنسى تدوس انتر، والدوت دي بتاعت السؤال مالناش علاقة بيها. تمام كده، يبقى S U M M A R Y report، تمام summary report زي ما هو عايز. كتبناها وغيرنا الاسم للمطلوب، ولسه معانا كمان دقيقة، فاللي حابب تعال نبص كده. السؤال الأول مش محتاج حاجة، التاني مش محتاج حاجة، التالت الرابع الخامس تمام، أو 12 سؤال تمام. فنروح نقول له فينش تيست، وبإذن الله هتلاقي النتيجة 100%. أدي يا أساتذة النتيجة 100%، يبقى جبنا في الامتحان 50 سؤال 100%، الأول 12 سؤال 100%، تاني 12 سؤال 100%. هنبدأ نحل آخر 12 سؤال معانا، أو 12 سؤال الأخر، أو 30 معانا. ننزل تحت هنختار سبريد شيت اكسرسايز 3، هنحلهم علشان نبقى خلصنا الجزء التاني في بنك الأسئلة لمديول الإكسل. السؤال الأول بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن ورك شيت جلوبال نيو سايت، في الشيت اللي اسمه جلوبال، تعال نشوف كده مع بعض الشيت اللي اسمه جلوبال أهو. الراجل عايز يعمل إيه بقى؟ عايز يعمل فورمات للسيل رينج، عايز يعمل تنسيق لل النطاق بتاعك من بي 3 لبي 12. فين بي 3 اهو لحد بي 12. الراجل عايز يعمل تنسيق يبقى ديسبلاي نمبر ويز بريتور انديكيت 1000 لفاصل الالوفات. فانا هقول له كليك يمين ثم فورمات سيلز ثم نمبر، واروح احط علامه صح على يوز 1000 اسبريتور، يوز 1000 ايه اسبريتور، واقول له اوكي، هيحط لك فاصل الالوفات. ثم هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه apply a font color of your choice to title top 10 outline in sheet اللي اسمه global. يبقى اروح محدد التوب وعايز اغير اللون، افتح السهم ده واديله اي لون وليكن لون الموف، ثم هقول له next. السؤال اللي بعديه using appropriate tools، استخدم الاداة المناسبة عشان انسخ في التنسيق اللي في ايه 4، بحيث انه يكون للنطاق من ايه 5 ل 12. فين ايه 4 بالشكل ده اهو، هو الراجل عايز ينسخ التنسيق اللي هنا في 4، فنروح ادوس له على الفرشة وعايز اطبقها من ايه 5 لحد ايه 12 بالشكل ده كده، واروح اقول له نيكست طالما قالش سيف. السؤال اللي بعديه سيلكت سيل رينج، روح حدد النطاق من ايه 3 لسي 12 واعمل اول بوردر، اعمل او ان اول بوردرز اوت لاين ستايل، يعني روح طبق لي الحدود اول بوردر. طيب هروح محدد النطاق بتاعك من ايه 3 لحد سي 12 بالشكل ده، وهفتح السهم. هو الراجل عايز هنا ايه اول بوردر، فانا هختار له اول بوردرز. تمام كده يا اساتذه. طيب واروح اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه كرييت ان ستيكت كالندر كولم شارت، روح تعمل رسم بياني من نوع ستيكت كالندر اللي نوعه كولم، بس باستخدام النطاق بتاعك من اي 3 لبي 12 وحطه في توب ليفت اعلى يسار دي 1. طب تعالى نعمل رسم بياني الاول. هو عايز منين اللي في من اي 3 لحد بي 12، عايز اعمل رسم بياني للنطاق ده، فهقول له انسرت واروح على السهم الصغير. تعالى معايا بقى، الراجل عايز يحطه فين او عايز يختار النوع ايه الاول؟ عايز يختار نوع ستيكت كالندر كولم، يبقى نوع الكولم النوع اللي اسمه ستيكت كالندر. تعالى نمشي عليهم، ده اسمه 100% ستيكت كالندر، لا ده اسمه ستيكت كالندر، تمام هو ده، فهقول له اوكي. كده انا عملته، بس الفكره في حاجه، الفكره في ايه؟ الفكره ان هو عايزني احطه فين؟ احطه عند دي 1، فامسكه كده واحركه لحد ما اجيبه اهو. همسك الرسم البياني نفسه وكليك شمال في مكان فاضي، وعايزني احطه فين؟ شمال دي 1 بالشكل ده، بحيث ان هو لازم يكون على الحدود بتاعتك وما يطلعش بره. هلا بص كده معايا فكرة، بس في المسافات بتاعتك ممنوع انه يطلع بره. تمام كده يا اساتذه، ادي ليفت ات ذا توب ليفت في اعلى يسار دي 1. تمام كده يا اساتذه، هروح اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه في الملف اللي اسمه في الشيت اللي اسمه جيمز سايتس، الشيت التاني اهو، الراجل عايز ديسبلاي برسنتج، عايز يعرض النسبه المئويه ب
اتنين او علامتين من 10 او علامتين عشريين، النطاق بتاعك من سي 3 لسي 12. تعالى معايا فين سي 3 اهو لسي 12، هروح اقول له كليك يمين فورمات سيلز، واروح اختار برسنتج. الرجله دي كده عاملها وعايزها بمقدار كام؟ 2 ديسيمل، فادي رقم 2، ثم اوكي. هتلاقي عمل لك علامه في الميه بالنسبه المئويه بمقدار رقمين عشريين، هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه تشينج ذا بار شارت، عايز يغير نوع البار شارت الى باي، فتمام. في الشيت مين بقى اللي اسمه جيمز سايد؟ جيمز سايد الشكل ده، كليك شمال في مكان فاضي. اتفقت عشان اغير النوع من نوع الى نوع هروح اقول له ديزاين ثم تشينج شارت تايب، وروح بقى معايا هو عايز من نوع البار للنوع الباي، اختار له الباي ثم هو عايز اي باي، تمام. فهي تقريبا الباي الاولانيه هي الباي بس، لكن اي باي تانية بيبقى ليها اسم، فهو عايزها الباي الاولانيه طالما سكت، ثم هقول له اوكي. هتلاقي الشكل نفسه اتغير، طالما قالش سيف مش هعمل سيف، ثم نيكست. السؤال اللي بعديه اد شارت تايتل، عايز يضيف شارت تايتل عنوان للرسم اللي موجود بالتكست ده، اد ذا توب في اعلى الرسمه ان ذا ورك شيت جيمز سايد. في جيمز سايد الشكل اللي انت لسه عامله عايز يضيف له رسم او عنوان ليه، هقول له كليك شمال في مكان فاضي عشان اضيف حاجه، اتفقنا لي اوت، واروح اقول له شارت تايتل لو عايزه فين. هنا هنا شارت عليك ات ذا توب اوف شارت، فانا هقول له اباف، واكتب له بدل الكلمه دي هكتب له كلمه ايه؟ توب. مسافة 10 جيمز، مسافة سايتس، تمام كده. وكليك شمال في مكان فاضي واروح اقول له نيكست. السؤال اللي بعديه في المشيت اللي اسمه براندز اهو، عايز نعمل ايه؟ الراجل عايز تشينج بار، عايز يغير نوع البار بتاعتك ان ذا شارت في الرسم البياني لاني كولر من اختيارك، يبقى اروح ادوس كليك شمال على اي بار فيهم هتلاقيهم كلهم اتحددوا، ثم عايز يتفقنا الالوانات من قائمه فورمات، واروح اقول له شيب فيل واختار له اي لون وليكن اللون الازرق، ثم هقول له نيكست. السؤال العاشر انسيرت فيلد كرنت ديت، عايز يضيف حقل اسمه التاريخ في السنتر سيكشن في الجزء المنتصف او في منتصف الهيدر، يبقى اروح اقول له قائمه انسيرت ثم هيدر وفوتر. لو جات لك القائمه دي تمام زي ما حلينا في ال 50 سؤال، هروح اقول له كاستم هيدر وفوتر، وتروح تدوس لي على التاريخ بالشكل ده، بس تقف الاول في السنتر وتدوس التاريخ. طب افرض ما جاتلكش القائمه دي، يعني ايه؟ افرض انت جيت قلت له هيدر وفوتر راح فتح لك الشكل ده، هتروح تقف في النص، هو واقف لك في النص اهو، وهتروح تقول لي حضرتك الديت والتايم فين؟ ادي فاتح لك قائمه هيدر وفوتر، هروح اقول له الديت كارنت ديت، شو عايز كارنت ديت، فانا هختار له كارنت ديت، هيجي لك بالشكل ده. ولازم تطلع لي بره الهيدر والفوتر، لازم تطلع لي بره الهيدر والفوتر. هطلع بره ازاي؟ هتروح لقائمه فيو، هتروح معايا لقائمه، هدوس كليك شمال في اي مكان في الجدول، كليك شمال بره، انا خلاص بقى كتبت له الهيدر تمام، كليك شمال في اي مكان في الشيت بره الهيدر والفوتر، واروح على قائمه فيو، هتلاقي عندك حاجه اسمها نورمال، هتلاقي رجعت الوضع الافتراضي بتاعها، ثم هقول له نيكست. السؤال اللي بعديه turn on row and column heading in brands on ratio، عايز الراجل يعمل turn on للرو كولم، يعني الهيدنج بتاعه عايز يعمل له turn on، فاعمل له turn on منين؟ هتيجي معايا على قائمه بيج لي اوت، هتلاقي عندك حاجه هنا اسمها الهيدنج، هروح اعمل له turn on عليها بحيث انها تظهر، بحيث انها ايه؟ تظهر، تمام. وممكن الناس تحلها من قائمه فيو، هتلاقي الهيدنج اهو احط له علامه صح بحيث انها تظهر برضه. السؤال ال 12 بيقول لك ادجاست ذا بيج سيت اب، عايز الراجل يطبع ورقه واحده او يعني يعمل محاذاه او تظبيط او اعدادات للطباعه بحيث انه يطبع ورقه واحده للملف بحيث في الشيت اللي اسمه براند اون ريشيو، لسه عاملينها. هتروح حضرتك على قائمه بيج لاي اوت، هتلاقي عندك 2 بيج، هفتح السهم واخليها 1 بيج، لسه السؤال ده محلول بالظبط في الامتحان التجريبي ال 50 سؤال. لسه معانا 5 دقايق كمان، تعال نبص سريعا على الاسئله تاني. يبقى السؤال الاول ما فيهوش حاجه، الراجل عايز يعمل فاصل الوفات. السؤال التاني الراجل عايز يغير لون الخط. السؤال التالت الراجل عايز يستخدم ينسخ التنسيق. السؤال الرابع الراجل عايز يعمل حدود خارجيه او كل الحدود. السؤال الخامس الراجل عايز يعمل رسم بياني.
السؤال السادس، الراجل عايز يعمل رسم بياني. السادس، الراجل عايز دي يعمل فورمات برسنتج. السؤال السابع، الراجل عايز يغير الورك شيت او من نوع الرسم البياني. السؤال الثامن، عايز يضيف عنوان. السؤال التاسع، عايز يضيف البار. السؤال العاشر، عايز يضيف الفيلد. السؤال ال11، خليك ركز كده معايا في التيرن اون. تعال نروح على الشيت اللي اسمه براندس. التيرن اون بقى هو سؤال بس هنا قبل ما نروح نعمل فينش عشان السؤال ما يطلعش غلط. هو الراجل بيقول لك اعمل تيرن اون، تمام. احنا شفنا من شويه لما حلينا 50 سؤال الراجل كان يطلب منك تعمل تيرن اوف للبرنت للجريد لاين. طيب هو هنا الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز نعمل تيرن اون لمين؟ للهيدنج، تمام يا عم. طب انت عايز نعملها في الفيو ولا البرنت؟ هو الراجل هنا حدد لك؟ لا، طالما ما حددش فانت هتعملها لي في الاثنين. ركز معايا بقى في دي معلومه جديده. طالما ما حددش هتعملها لي في الاثنين. عارف لو احنا كنا عملناها فيو بس ودوست فينيش هيحسب لك السؤال ده غلط. يبقى تاني اجابه السؤال، طالما ما حددش، لا قال لك لا شو ولا قال لك فيو ولا قال لك برنت وسابها لك عايمه، هتروح تحط له علامه الصح على الاثنين. طب لو قال لك تيرن اوف وسكت هتشيل له علامه الصح برده من على الاثنين. تمام كده يا اساتذه؟ اروح اقول له نيكست. السؤال الاخير، عايز يحدد الصفحات الطباعه، خليها صفحه واحده زي ما عملنا. هنروح لبيج لاي اوت واروح اخليها واحد لواحد، ثم هقول له خلاص كده مفيش اسئله، ثم هقول له فينش، وباذن الله هتلاقي النتيجه 100%. ادي النتيجه معانا يا اساتذه 100%. حضرتك مشكورا هتلتزم معايا بالحل اللي احنا حليناه. كده عملنا ايه في الفيديو العظيم بتاع النهارده؟ حلينا مع بعض ال 50 سؤال في امتحان مديول الاكسل، حلينا مع بعض الثلاث نماذج 12 سؤال 12 سؤال 12 سؤال 36 سؤال في مديول الاكسل، جبنا في الاربع امتحانات اللي هو ال 50 والثلاث 12ات 100%. حضرتك هتذاكر الفيديوهات بتاعتنا الاول قبل ما تخش في الامتحان التجريبي، لان ما ينفعش تذاكر من الامتحان التجريبي. هتشوف لي الفيديو الاول ليا اللي هو الانترودكشن تو اكسل، شرح فيه النطاق وازاي احدد واسئله الشيتات. الفيديو الثاني شرح فيه الصيغ والمعادلات والمسائل اللي ممكن تجي لك. الفيديو الثالث شارح فيه 100 سؤال اكسل. الفيديو ده الرابع او الفيديو اللي هو الجزء الثاني في بنك الاسئله مديول الاكسل، عامل فيه ايه؟ شارح لك فيه الامتحانات التجريبيه ال 50 سؤال وال 36 سؤال. اظن ان احنا كده وفينا الاكسل لحقه. ارجو من كل الناس انها تذاكر وتجتهد وتلتزم، وباذن الله مديول سهل ولذيذ تقدروا تجيبوا فيه 100% بسهوله. هنتظر طبعا رايكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم. وبشكر كل الناس اللي بتقول كلمه في حقنا بالشكر. كلامكم بيفرحنا جدا وبيخلينا نستمر. باذن الله المفاجاه اللي كنت قايل لكم عليها في اخر الفيديو، ان انا هعمل فيديو دلوقتي ليكم ازاي تعمل سي في وازاي تسجل او ازاي تعمل ايميل جيميل عشان بيطلب منكم في المسابقه بتاعه التربيه والتعليم، بيطلب منك سي في ترفعه، زائد يطلب منك ايميل عشان يتبعت لك عليه الكود والناس كتير ما بتعرفش. دي المفاجاه الاولى. المفاجاه الثانيه ان انا هبدا اسجل ناس منكم، للي حابب اسجل له هيتواصل معايا. وهنزل دلوقتي بوست ليكم على الجروب بحيث ان اي حد محتاج ان انا اسجله او اعمل له اي حاجه تحت امركم وعناية ليكم، جزء من حقكم وقفكم معانا. ارجو بس ان كل الناس تعمل شير واشتراك للقناه وتعرف كل الناس. هتلاقوا كمان نزل من اول امبارح تقريبا فيديو ازاي هينزل من اول امبارح فيديو ازاي تسجل على موقع وزاره التربيه والتعليم الوظائف 120 الف معلم، وشرحت فيه التفاصيل وخطوه بخطوه في كذا مرحله. باذن الله هنستكمل مع بعض الفيديوهات الجايه باقي الشرح بتاعنا، وهنعمل استبيان ليكم بحيث ان نشوف الناس عايزانا نبدا باساسيات الانترنت مديول النت الاول ولا نبدا بالتيتشر الاول. هنشوف اكتر ناس عايزه ايه فيهم الاول وهنبدا بيه. وارجو ان انا اكون قد وفقت في الفيديو بتاع النهارده. اترككم في سلام الله ورعايته. هستناكم طبعا تبلغوني بالنتيجه بتاعتكم في كل فيديو اللي بتمتحنوه. شكرا ليكم والى لقاء قادم باذن الله، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.